ابو ربيع الله يحفظكم. صدقان وايدين من المتابعين على الله يسلمكم يقولون لي انت ما تروع على عمرك، كيف انك انت حينه تماشي هالنمونه، هاي شي فتم ما ادري شو وشي فتم ما ادري. براي ما انا عرفتهم، انا اصلا متنقنهم لان شي فتم هالنمونه، انا متنقنهم نقوه. مصر ابوي فيها اكثر عن 100 مليون ادمي، انا مختار النوعيه هذا، هالاثنين مختارنهم من ضمن 100 مليون. استخف طينتهم ويعيبوني لي من هالنمونه برايهم، لو اشكالهم اللي اشكال. ويقولوا لي والله تحمل على عمرك، هاي شي فتم بينصبون عليك، وشي فتم بيجتلونك، وشي فتم اعرف 15 سنه شو يجتلوني. وهذا اولا، ثانيا ابوي دار حكومه ما حد يجتل حد، ثانيا ابوي انا اعرفهم هم متنقنهم من 100 مليون ادمي في هالبلاد، 100 مليون لو اكثر، وانا متنقنهم نقوه واعرف زينهم من شينهم عدل، ادريبهم اللي دوخ واللي شيش واللي ما شو يسوي. برايهم انا بصلح الكون، انا ابوي ما بصلح الكون، انا اي مدام اي هالكم من يوم عيال البلاد ابوي فيها المطاوعه، فيها السياسيين، وفيها الدكاتره البروفيسوريين، انا ما اريد هالفئه، انا الفئه هذه العقال مره 16 انا ما اريدهم، لا حج عليهم. انا اي نسوي العرب كلها يا غير يوم اي مصر يعيبوني، تعيبني هالنمونه، وتعيبني الخناخيش والاماكن وتعيبني الاماكن البلد يعني مال ولاد البلد، وتعيبني الحواري والسكيك والخناخيشات، ما احب يعني يوم بصير اكل شيء او اشرب شيء اسير المكان الفنان يا غير. المكان والبيئه هذه انا احبها، احب اشوفها، احب اتعايش ويا اهلها. ترى انت جاي مصر، انت انا من وين جاي؟ صرت جولد كوست، وصرت شو اسمها هيك؟ ملبورن وسيدني ونيوزيلند، من عقب هاك العز كله جيت مصر. ترى مصر عزها غير، عزها بهلها بطبيعتها وبناسها من كل الفئات، انت تختار. بغيت العدل، بغيت المايل، بغيت الزين، بغيت بودم خفيف، بغيت بودم ثقيل، انت بهواك بصرك تاخذ وتمشي باللي يصرفك. هون جاي من استراليا، قاره لا في الدنيا كلها ما خلت شيء يا غير. مصر انا احبها، وتعيبني الفئات هذه، لان انا جاي انبسط، جاي اضحك اسولف، ما بجاي اظهر عقدي ونفسيتي على العرب وإلس أتفلسف اللي ما أعرفه وإلس أتخقق، ما شي كالف. أنا يا أبوي كم من يوم ويعيبوني هالنمونة، البلاد فيها العلماء، فيها الحربيين، وفيها الأكاديميين، ترى يتخرجون دكتوراه من هالبلاد، تخرج العلماء، حفظ القرآن، المفتين، يعني بلاد من آلاف السنين. انا وين صاير كجا مرحبا يا اخي، انا عايبتني هالفئه، انا ما اروم ابوي امشي ويا واحد لحيته منين واسولف واضحك وياه، ابو لحيه منين والانسان الموقر. هذا الانسان لوضعه، واللي تابعني من زمان يعرف كيف طريقه معاملتي ويا الكبير والصغير والعالي والعسكري والسياسي والمطوع والزين والشين والبحري والسمات والنوخذه والدريول والكولي وحمالي على الفرضه وطحنت الزمان، كل حد ابوي كل شيء ولا شيء، كل شيء ولا شيء. عيل انا ما بجلس واحد شال لنا من لاقطنا من الشارع بجلس عامله يا عمي ويا سيدي، انا ما بمدحوب ولا متخلف عقليا، شال لي واحد من الرقعه بقول ان هذا فلان وعلانه، هاي له هاي ابوي مال كروه، هذا ابوي جماعه مال كروه، مش رابي وياهم انا ولا متراضع الدر، لا يا ابوي انا ما متراضع الدر وياهم ولا عندي خبر، انا ابوي الجماعه هاي اتعارف وياهم وامشي وياهم واسير وياهم واضحك ودردش، يا يزيد لي ما بشل انا واحد من الرقعه من السكه وبلبسه وبعدله وبزرزره وبقول هذا فلان وهذا فلان، ان شاء الله حدني، لا يا ابوي
اللي من الرقعة بعامل على أساس إنه من الرقعة. والإنسان اللي فاهم ولد الناس والعرب والقبائل والمفكر والفنان والعدل، يعني هذا له معاملة خاصة. ما بس الواحد كشرة وبعامل معاملة عدلة هنا، لأنه هو لو يبي قد يعدل استوى عدل منبوذة. أنا ما بصلح الكون، هو هالنمونة وبيتم هالنمونة دبة حياته. أنا ما بصلحه ولا بعدله ولا بقص على العرب، ما بقص على العرب. ترى فلان معروف، شو هو، شو علمه، شو خبره، شو تحت راسه. ما بيب واحدة من الشارع بتفلسف بقى العرب. دقي على الله يحفظكم حساب الرزيف. ترى المنيحة من لونها تبين. أنا اللي أقصده ما بيب حمالي وبلا سبشت وبقول هذا فلان وعلان، لا، الحمالي ترى حمالي، والهافي ترى هافي، وما بيب أنا خمايم وبلبسها عمايم وبقول أبوي هذه الفلانيين، لا، كل إنسان أبوي على مستواه وعلى قده بعامله لأنه هو هالنمونة. الموظف بعامله كموظف، المدير بعامله كمدير، المطوع بعامله كمطوع، الدكتور بقول لي يا دكتور، المهندس يا باش مهندس، والاستاذ بقول لي يا استاذ. حمالي بعامله كحمالي، دريول بقول لي يا اسطى على قولة المصريين. هي نعم، والله ما بروح يعني حد يعني بضحك على العرب، ما حد يضحك. الناس تربوية، الناس مش اغبياء، والناس يعرفون المنيحة من لونها. الرجال ينعرف ابوي من شكله، وعلى ما قالوا الاوليين الفرخ في البيضة يصر، ترى فرخ حر شاهين، ينعرف ابوي في البيضة ابوي ينسمع في البيضة، صرت فرخ شاهين. يعني ما تروم انت العارف ما يعرفه. كلكم ابوي تعرفون المعنى وتعرفون المغزى وتعرفون الهست كله. أنا ما أقصد فئة معينة ولا أقصد حد معين، يا غير ردا على اللي يقولوا لي ليش تعامل محسن بهالطريقة وتعامل علي بهالطريقة. هي نعم، أنا عامل بهالطريقة، هاي معاملتي. يوم بتحيدوني صرت عند فلان ولا علان وعاملت بطريقة مبعدلة، هات الساعة ما علي. لكن أنا أبوي هذا أسلوبي، حتى الرياي الكبار في السن أتماغى وياهم وسوالف وضحت بقيس المعقول. ما تعامل ويا الإنسان اللي الله عارف المرأة. بسير حين البلكونة ويرساب مسوياكم يلا تحيدون. قال لكم شيء عادة اندثرت أو باجي منها 20%، الحين بسير بعدها عليكم، بعد لكم السالفة كلها من أوليها لين آخرها. وبيس الحين أبوي على هالتفزيرة على هالبلكونة الغاوية وبرمس وياكم ليل يجون أبوي يقوم علي ومحسن وبنيلس بنتريب من يدنا الظهر ونصلي بنتوكل على الله وبنطهر إذا الله جعلنا من حين هي. من يدنا الظهر ونصلي بنطهر، نصلي عاد الظهر والعصر جمع وقصر، وإن شاء الله أننا بنطهر وين بنسير العلم عند الله. لكن مدام يا علي بتسوي في حياة يعني شوية أكثر للسناب ويستوي. أنا أحب أسير، شفتوا هاي البقعة، شفتوا الأماكن هذه، هاي الأماكن كلها قصور وفلل قديمة من أميات السنين، وأحب أتمشى بينهن. يعني فلل شي الفلل عمرها 200 سنة 300 سنة، مثل هاي اللي تشوفونها، هاي فلل من مليوسة، أو هاي كنيسة كأنها ما أدري مسيد، ما أدري ما أتذكر شو، لكن موقف مش مكان اللي أنا ساكن بها وين جاردن سيتي وراي شي يفلل، يعني تشيب الراس. كل فلة يمكن عمرها بقول لكم 500 سنة 300 سنة، بنيان الأولي القديم، حدود الإشارات اللي في لندن واللي في البلدان الأوروبية اللي مبناه من حجر من كثر سنة على هالنمونة. هاي يظهر لك العز الأولي ما العز البشوات وكيف كانوا، فما زال الفلل ما لا تورثه. فاعتقد ان بتاعن ما يحضرني تاريخ ولا اعرف الديتيلز عنهن ولا معناهن ولا شوها قصصهن، يا غير احب اتمشى في الاماكن هذه. كل في ليلة عدالها ناطور، ويعني في حديقة صغيرونة اعتقد الملاك يجونهم بين فترة واخرى،
اغلبيتهم اعتقد مغتربين اللي في امريكا واللي في كندا، لكن محافظين على حلال يدودهم. اقول لكم شيء، عاده هالموضوع العاده اللي قلت لكم اختفت او شيء يمكن تلايا منها باجي، شيء تلاياها باجي. يوم يجون الحجاج من الحج، من يوصلون الحجاج او على ويه وصول جريب وصولهم، يعني خلاص خلصن ايام الحج، اللي جاي طريق بر له طقوس استقباله، واللي جاي طريق جو له طقوس استقباله تختلف طقوس اخرى. فلذلك تلقط ابوي لبيوت كلها نشور، الايام هذه اللي علينا من قبل 3-4 ايام لبيوت كلها نشور واعلام من اول الفريق لين اخره، اي بيت عليه نشر عباره ابوي هل جاي من الحي هل سايرين الحج. فلذلك تلقط من معالم او اشكال الفرح النشر موجود هالايام فوق اغلبيه البيوت. ما تلقط بيت او فريج ما في 4-5 بنادير 10 بنادير، كل سيد اتذكر الاول البيوت الاول سيدات في مدينه زايد، نحن في بقعتنا وفي دائره المياه والخالديه والبطين الشعبيات، يعني كل شعبيه خطوط البيوت، كل خط يعني 10 بيوت، السيد اللي وراه 10 بيوت، واللي وراه 10 بيوت، واللي وراه على هالمنوال وعلى هالطريقه. فتلقط في كل سيد تلقط بنديرتين، يعني في كل يعني معقوله الحين لمناطقنا نحن هذه كلها اللي نحن فرجاننا ما فيها حد ساير الحي؟ معقوله؟ زين ولا ساير الحج كيف الناس تعرف انك ساير الحج انت؟ لازم العلم، فرحه رجوع الحاج بالعلم، هذا يعني من الطريقه الاوليه يعني اللي مستوينا وثبتنا العقل هالنمونه. حاليا ما في هالشيء، مش موجود واندثر. هذه وحده يوم هذا اللي جايب طياير واللي كذ وصلت. انزين الطريقه الثانيه على الله يحفظكم، استقبال الحجاج يوم يستقبلونهم الاول اللي جايب الطياره، ترى صاروا لهم المطارات العرب ساروا المطار واستقبلوهم هاليتهم وربعهم وصدقانهم، وعقب تستوي عادة طقوس الزيارات واستقبالهم في البيوت والترحيب وشل الفوايل والريجات والغديات، وتغدي دائرة تستوي دائرة أبدا، كل يوم الغداء عند حد والعشاء عند حد، الغداء عند حد، دائرة عاد هاي يعرفونها الأولين يسمونها دائرة، كل يوم يعني مياك ضيف يسوون له دايره، اليوم عندك والبكره عند ولد عمك اللي عقب، لاني جاي ضيف المراد ما بهذا موضوعنا. نرد على موضوع الحياي اللي من الشارجه وعيمان الهم حد جاي طريق بر، وين يستقبلونهم؟ شاريتوا انا يستقبلون اللي من الشارجه واللي من عيمان ومن القيوين يستقبلونهم. شفتوا المركز التجاري؟ مركز التجاري اللي في دبي، والدوار هذا الاول اول شيء دوار عود كم كبره، وعلى اليمين واليسار شيء برايح، هاي البنايات هالسيدات اللي تشوفونها ما كانت موجوده. الاول العرب يتلقفون للحجاج هناك، يحسبون لهم متى ظهروا من مكه، ويتيمون لهم تيم، عيل ما شيء موبايلات في الطريق ولا شيات لا غير، يحسبون لهم ويتريونهم كلن يتريى حجاجه في هاك المكان. هل اللي يجون طريق بر في السنين الأولية هذا نسبة للي يظهرون للحجاج عيمان ومقيوين والشارجة، والحجاج أبو ظبي يتلقفوا لهم أبوي عن طريف يتلقفوا لهم عن طريف، يجلسون عند القهاوي. شفت القهاوي اللي تصورتهم لهم تريون الحجاج، هل أبو ظبي يتريون حيايهم عند قهاوي طريف عند مطالب مشارف ابو ظبي، قبل ابو ظبي تقريبا 100 كيلو، وهالعيمان والشارجه ومقيوي يتريون ابوي حيايهم عند دوار الاول البرج هذا مال برج التجاره يسمونه برج راشد، يعني هالجنه برج راشد يذكرونه الاول، مستوت الدنيا وثبتنا العقل اول شيء هذا المكان يسمونه برج راشد، صايرين ابوي يتلقفون الحياي عند برج راشد وعلى هالمنوال. هذه طقوس اندثرت وكانت جميلة، والعرب تفرح وتلقط الدنيا تغدي مهرجان باستقبال الحجاج. سبحانك يا رب، أتمنى تعود هالطقوس، وأتمنى الوقت هذاك يعود، يعني ما يعود لكن على الأقل طقوس الاحتفال بعودة الحجاج يعني.
شيء جميل هذا يكون وايد وايد حلو. حينه يسيرون الحياي ويردون ما حد درابهم بنا بالبيوت هاي كلها ما بيت فوقه بنديره، معقوله يعني هالفرجان ما حد سار الحج؟ آلاف مؤلفة ظاهري من الإمارات، آلاف مؤلفة، وين بهجة استقبالهم؟ وين الفرح؟ وين السرور؟ سايرين أبوي هذا يعني وايد شيء كبير. كيف يعني انتوا يا هالي تبوي عيالهم؟ ابتدوا الحجاج يردون البارحة واليوم لين اليوم ما شيء بنشور ولا شيء إعلام. تجيني التقارير أول بأول، وأنا من الدار أنا ما بشتي، ترى أنا أعرف شو اللي يستوي شو ما يستوي. على اساس من انت وتشوف الانشور ترى عرفت ان البيوت يوم الحياي وصلوا حجاجهم، هالبيوت ترى سايرين حجاجهم وصلوا، لان تشوف النيشان النيشاني على الله يحفظكم الاعلام ترفرف فوق البيوت، من تشوف الاعلام ترفرف عرفت ان ابوي وصلوا الحجاج، والناس تشل الفوايل والريجات والغديات وتصير تسلم، وحد من العرب ما بلازم ابوي تشل ذباح وصلى وتذبح وتصلخ وتشل وتحط، لا حتى لو دلت قهوه والله يا ابوكم يا قزرنا وطر الحرمه ولا الريال ابوي قبل ما يوصل طرش ابوي دلت قهوته، دلت قهوه قهوه وفنيالين وياه وشيء وفنيال ثاني مثلون بعد ما بعيب، لا دمي يود بلي الله مقدرنا عليه ما يكلف على عمره، من كان فقير فليأكل بالمعروف، لا دمي اللي عنده بيود به اللي هذا اللي الله عاطنك اياه، يعني لازم ابوي صيان الحلاوة وبكهات الورد وطحنة الزمالة، دله دلت قهوه اللي عليها نيشان قبل بوفيل، دل بوفيل هذه روحها عندهم العرب تسوى الدنيا وما حاش حوشة لانه من الخاطر ياي، فهاي فوايلهم الاول، حد يطرش ذباح وحد يطرش ابوي قطمة قهوة وحد يطرش ابوي كريتين قناد وحد يطرش ذباح مذبوح وشي حي وشي يطرشون يونيتين ثلاث عيش ولا عدل حب هريس يعني، والدنيا مطرج اللي الله مقدر انه طرشوا هواي الحق الحياي وتستوي الفرحة، واللي ما والناس العادية واللي تعرفت اللي أكثر العرب الأول دلت قهوة أكثرية دلت قهوة وصحن محلة صحن محلة ودلت قهوة، هذا اللي الله مقدرنهم عليه. أنتوا لا تسيرون بعيد، ترى السعودية المملكة العربية السعودية تبذل جهد وايد كبير، تبذل جهد لا يطاق، الجهد اللي تبذله ما تروم عليه، كبرى الدول في العالم لا جمهورية ولا مملكة ولا قارة ولا أي بلد في الدنيا العود تروم على سوايا السعودية، السعودية اللي تسويه في خدمة الحجيج والتطور والبذل اللي تبذله، تبذل مليارات المليارات لراحة حجاج بيت الله الحرام، نعم تبذل الغالي والنفيس، تبذل مليارات المليارات كل موسم، كل موسم تبذل مليارات، مش انه يعني حين بذلت وخلاص الحول ماشي، لا هذا شيء مثل الاسطوانة يمشي كل سنة، كل سنة ينبذل رقم كبير من المليارات يبذل لجل راحة حجاج بيت الله الحرام ولجل التوسعات ولجل الانفاق ولجل النظافة ولجل كم اللي كم، انتم ما تشوفوش اللي يتغير من حول للحول، شد اللي يسيرون مكة بيت الله ويشوفون المشاعر الحرام اللي كيف التطور السوي الملحوظ، تطور مش شيء بسيط من الألف إلى الياء كل شيء يختلف وكل للأحسن وكل تول وكل شيء فخم وزين في الكرة الأرضية يحصل هناك، وهذا يكلف مليارات ما يكلف ملايين، يكلف مليارات، لذلك تلقط المبالغ اللي تنصرف للبنية التحتية لكل مشروع من مشاريع التوسعة في حرم يكلف أرقام خيالية كبيرة فوق المستطاع تعجز عنها كبرى الدول، كبرى الدول تعجز عنها وتروم تسوي ربع اللي تسويه السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، خاصة الحين شيء ملموس تحيدون الأول في شيء، ترى الإنسان اللي بيركز موسم الحج
يوم بيصير موسم الحج وبالأخص وقت رمي الجمرات. وقت رمي الجمرات الوقت رمي الجمرات روح يموت عشرات أو يمكن مئات في كل موسم، كل موسم يموتون اللي يموتون رقم كبير. شو السبب؟ الأول الله يسلمكم كانت الله يحفظكم تحصل كوارث في هذاك اليوم، تحصل كوارث لأن الشخص كان وايد صغير، ما رمي الجمرات كان الشخص وايد صغير والعدد مهول، يعني تخيلوا 3 ملايين، 3 ملايين هاي كلهم بيرمون، والموقع اللي يرمي فيه الشيطان وايد صغير. فإجراء وتحديث جسر الجمرات وتكبير الشاخص من إلى، الحين برويكم الصورة شو كان وشو أصبح. فهذا كله يعني إنجاز يعني تشكر عليه المملكة، واللي ما يشكر للمملكة هذا إنسان ما في ذات ولا في عرفان. يعني مشروع مثل هذا مكلف مليارات المليارات مليارات. يعني شو الحين الأول جمرات كيف كانت الرمي، الشخص كيف كان وشو أصبح، شوف الفرق. فلذلك في اليوم هذا يوم النفرة يعني يموتون تموت أرقام كبيرة وتازم معاناة، يعني هاي كوارث تستوي. يوم يموتون 50 نفر ضربة، 100 نفر ضربة، 30 نفر، عنب وحين لو حتى نفرين يموتون بعد هاي كارثة، ما بشيء بسيط. يعني هاي كوارث. ورب العالمين الحمد لله من عقب ما أنجز جسر الجمرات، شفتوا حين الجبيب هلي تشوفون الأربع، هذا أبوي كل دور يوصل بجسر، كل دور يوصل بجسر، وتخط في العالم كل أريحية وبكل سهولة، ويرمون يأدون مناسكهم يردون بخير وسهالة، ولا شيء تعب ولا شيء كلاف ولا شيء غربال. هذا كله يا من عبث من فراغ، يا هذا أبوي حفاظا على عدم إزهاق الأرواح ومحفاظا على البشر، وهذا كل أبوي تشكر السعودية وتشكر المملكة ويشكر الملك ويشكرون ملوك السعودية، وتشكر الأسرة الحاكمة الملوك اللي حكموا السعودية يشكرون مشكورين. التوسعات اللي استوت وهالجهد الجبار هذا كله لأجل شو؟ حفاظ على أرواح الناس. أتي اللوادة مزور وترتاح وتأدي مناسكها من عمره ومن حج بيت الله ويستريحون بكل سهولة. ما شيء الأول أقول لكم اليومين هاي اللي تشوفونها اللي اختفن هاي علينا تستوي كوارث. الناس اللي يصير رمي الجمرات خلاص يحط عمره كأنه ساير الجبهة، في احتمال كبير ما يرد، كل ساير حاط يد على قلبه ما يدري يرد ولا ما يرد، وحد يوكل وحد يخبر فلان تراك انت رم عن فلان وانت يوكلون الأول. الحين استوى ما شيء توكيل في رمي الجمرات لأنه كل سهل، اللي على كرسي بيرمي، اللي ما يروم يمشي بيرمي. الأول الشاخص يعني الله يحفظكم طوله تقريبا متر إلى متر ونص، والمكان الرمي دائري، وكان العالم يعني يدافرون هذا يدفر هذا، هذا يدفر هذا لأجل الوصول إلى إلى المكان الشاخص ورمي الشيطان. حاليا لا، امسي ريوب كبروا الحجم وآزم على ما تشوفون البني آدم عدال الشخص يبين أبدا ضئيل طول الرايبة، كبروا بطريقة مهولة والأول دائري وأصبح حاليا بيضوي، واللي في الدور الرابع يروم يرمي، اللي في الدور الثالث يروم يرمي لبعيد، يروم يجادي مستحيل ما تروم ترمي، لأنه سهلوا الأمور على المسلمين. يعني في ميزان حسناتهم والله يطول بعمارهم ويحفظهم من كل شر الأسرة الحاكمة. هي نعم، وكل من اشتغل وكل من تعب وكل من ساعد المتطوعين واللي عنده العسكرية كلهم، كل الناس اللي اشتغلت واللي ساهمت بجهد في بناء وفي تنظيف وفي سقاية وفي حراسة ومساعدة اللوادم والدكاترة والمرضى والعسكريين والكشافة والأشبال والمتطوعين، يعني هذا شيء لو بتجلسون تشكرونهم أبوي في كل فرض.
من عقب الشكر لله سبحانه وتعالى بعد ابوي ما رموا وفيهم حقهم اهل السعودية. نعم لا عنا ولا عن هاليتنا ولا عن يدودنا ولا عن الناس اللي ساروا وقضى. يعني هذا جهد جبار، جهد جبار والله يا ابوكم تعيز عنه اكبر سلاطين العالم، اكبر سلاطين الكرة الارضية تعجز عنه. منو يروم يسوي هالسوايا؟ منو يروم يسوي اللي تسويه السعودية؟ كنترول على هالملايين من البشر، منو يروم؟ منو يروم؟ والحمد لله رب العالمين، من ذهب هذا مشروع جسر الجمرات انتهت هايك الكوارث وهايك المصايب الكبار، ما لها عد ولا ذكر. خلاص استوى هذا من شيء من الماضي، خلاص استوى شيء من الماضي، يعني مش موجود في الكون. يعني من النوادر تلقط شيء إصابات حتى لو جروح أثناء رمي الجمرات. الأول كوارث أقولكم ما تحيدون، انتوا وحالكم نسيت انتوا لين قبل كم من سنة قبل ما يذهب المشروع هذا، ما يخط بعيد ما يموتون عند الرمي برقم كبير كوارث أقولكم. لكن اللهم لك الحمد من ذهب المشروع هذا مال الجمرات واستوى البنيان هذا وريحوا الحجاج بيت الله الحرام، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أبوي ظهر أبوي آدر جديد لنق عندهم في السعودية، تحرهم بوقفوا سيد أبوي ورا المشروع هذا، أظهر أبوي مشروع قطار المشاعر، قطار المشاعر من منى لين عرفة، ومن عرفة لين مزدلفة، وصباح العيد من مزدلفة لين منى، وبسعر شو يكاد يكون ببلاش، شيء رمزي زيادة عن اللزوم، شيء لا يذكر. وأغلب الأوقات الوادم اللي يقول ما عنده ركبوه، ترى القطار ساير ساير بكم الأيام، اركب كانك أبوي عندك ولا ما عندك، ما حد وصلهم عند باب القطار ولا عند المداخل القطارات وردوا، مستحيل. الكرم يجري في عروقهم، عندهم الأوامر القائمين على الأعمال هذه، اللي عنده مرحبة واللي ما عنده بعد مرحبة، واللي ما يايد عطوه، كرم فيهم كرم حاتمي، يعني الله يحفظها من حكومة ويطول بعمر إن شاء الله حكامها يا رب العالمين. المشروع هذا يعني الله يحفظكم، ترى بعد ما كمل، هذا الحين في مراحل الأولى، المراحل الأخيرة بيوصل لين الكعبة، من الكعبة وإلى الكعبة، يعني بياخذ بيلف المشاعر الحرام كلها من منى لين مزدلفة لين عرفة لين كل المشاعر، وبيرد بياخذك من الكعبة ويردك لين الكعبة. شيء خير عن شيء تبون بعد؟ وبأسعار رمزية. وزيركم بوي من شعر بيت، بعد أعلنوا عن موضوع، هب موضوع مشروع اسمه مشروع الممشى، ممشى ياخذ الحجاج من الحرم لين منى، يعني بطول من 25 إلى 23 كيلو متر، ممشى كامل طول بعرض، ممشى يضم أمة لا إله إلا الله، هذا كله بوي مغطى، مغطى ومبرد، مبرد عاده برداد أو بطريقة أخرى بنكات، شفتوا هالبنكات اللي تحتها حي موجودات في ساحات الحرم، هذا اللي شرات الكنديشنات، وهم بكنديشنات على العمدان مكودات كم كثرة في كل في المدينة وفي مكة، يهفن على السار والياي أبدا، هاك الهواء البارد في خارج الصحن، خارج الحرم يعني ما بجد الصحن من خاري، خارج المبنى في ساحات الحرم الخارجية، يعني هذا كله ممتد طول من مكة لين منى، هذا الطريق كامل أبوي مغطى، والممشى مغطى ومبرد طول المكان، فيه سقاي وفيه دورات مياه وفيه العلم وفيه الخبر، يعني أشياء ما تتخيلها أي إنسان ما يقدر يبذل هذا الجهد الكبير. والمشاريع ما وقفت، وإن شاء الله إن الله راد إنها ما بتوقف. عندك بعد ما لا تنسى، بعد ما لا تنسى لا تنسون مشروع القطار، القطار من مكة لين المدينة، ترى ابتدوبة سووا له التشغيل التجريبي، هذا شو يعني؟ شو تحرون انتم؟ هذا من روم يسوي هذا كله؟ برخ هذا بمليارات، كم يخاف على مدن وكم يخاف على قرى، حتى اللي تأثروا دريولية هل بالسيايير اللي تأثروا يوم بيستوي هذا بلاش وبسعر رمزي،
حتى هل بالجمسات وهل بالسيائير يعني اللي تأثروا من إنجاز المشاريع هالكبير من نقل من تقليص وسائل النقل من سيائير إلى قطارات بأسرع وبأريحية أكثر، ها كله بتعوضها من المملكة، حد عوضوه وحد نبوي بيعوضونه والدراسة ماشية. يعني هذا جهد يعني من يروم عليه من يروم عليه. السعودية المملكة حكومة وشعبا تبذل الغالي والنفيس لخدمة ورفاهية حجاج بيت الله الحرام، نعم سواء كان في مكة لو في المدينة. أنا روحي شفت وزرت المتاحف وصورت لكم ورويتكم اللي شفته، واللي يعني شيء مهول سبحانك يا رب. واللي يبهر العالم السنة اللي أبهرهم أبهر الكون، تعرفون أنتوا اللي من دول من شرق ومن غرب وكبار السن تعرفون اللي يسيرون الحد أغلبيتهم يعني حاليا اللي على حسب الظاهر فوق 60 سنة، فوق 55 و60 و70 كبار السن في أيا كان كبير ولا صغير، ترى تيهم إصابات اللي تي سكتة واللي يتبريد اللي يطيح اللي ينكسر اللي يتعب اللي يتعب اللي تي دورة اللي حرمة، يعني أي عوق من أعواق الله سبحانه وتعالى. شو اللي يستوي إذا أنه ترى الحج عرفة، الوقوف اللي ما يوقف في مشعر عرفة عبارة ما كأنه صار الحج، ما يستوي ما يكتمل حجة. ترى الحج أول بادي هو المتجل الرئيسي على عرفة. شو سووا في السعودية على الله يحفظ؟ أي عملية يحتاجها الحاج بأي جنسية كان ولا أي عرق ولا أي مذهب ولا وين ياي ولا وين نتا ولا وين تنتا، عمليته تجرى على إيد دكاترة، بل مش دكاترة عاديين، بروفيسورية ميوبين من جميع أقطار العالم مسلمين، بروفيسورية إذا مش دكاترة عاديين واستشاريين كبار بروفيسورية يبونهم، وموجودين برسم الخدمة إجراء العمليات الكبيرة، القلب المفتوح، القلب، الكلى، أي شيء كان ويسوى، وكل هالعمليات اللي تجرى كلها في حب الله بلاش، بيزه ما حد يدفع، شرخية حمراء ما حد يدفع، أردي ما حد يدفع، كله في حب الله من المملكة العربية السعودية، هذا كله من عندهم بلاش. لا واللي توا الحين مثلا معاملينه يشلون بغرفة عناية مركزة ضروري عسب ما يخترب حجة مسكين، تتحيدون ترى ميمعين هذه البيزات مفقارة 60 سنة 50 سنة وهو يمع البيز ورا بيز لين تيامع المبلغ. صار به مكة حق الحج، وصل مكة وأدى الأشياء الأولية، يوم وقفت عرفة ما يصير يوقف، خلاص ما له حجة عبارة تحت أي ظرف من الظروف. اللي ما يوقف عرفة ما يحضر وقفة عرفة ما له حجة. فشو سوت السعودية؟ اللي تحت أي ظرف من هالظروف ينقل عربات وسيائير ومواتر تكون مؤهلة مثل غرفة العناية المركزة، يا غير داخلها طاقم طبي وذو عناية مركزة لين عرفة ويوقفوا بمشاهد عرفة. شيء في الدنيا حد تعبل هالعبالة وكله في حب الله. هذا كله أنا شفته في التلفزيون أمس بث مباشر، هذا على هالأساس بغيت أخبر به اللي ما عنده خبر واللي مشكك واللي يقول إنه شو اللي تسويه السعودية، هذا شو اللي تسوي السعودية؟ ما أبوي زاد على خدمة السعودية إلا رب العالمين، رب العالمين هو اللي أبوي زاد على خدمة هل السعودية في خدمة عباد الله، ولا منو خدم حد هالنمونة في الدنيا العودة محد غير السعودية هي اللي خدمة الحجاج بهالنمونة على مدى السنين هذه اختفت كلها. منو تعبل يعني تجهز عربات متنقلة مواتر وسيادر طبية كاملة متنقلة بغرف عناية مركزة تنقل المريض حتى لو هو ما في وعيه، تنقله لين عرفة. هذا إنجاز تشكر عليه المملكة، تشكر عليه المملكة والملك ولي العهد وكل اللي يحكمون السعودية من صغير لين كبير، القائمين على كل خدمة اللي خدمون الحياي الحجاج. أمس لو أول أمس مظهرين في التلفزيون حرمة جزائرية
قبل عرفة بيوم ربت، لا ويابت ابني بعد، ربت ويابت ابني فقيرة. شو بتسوي؟ يعني بيخترب حجها إذا ما صارت وقوف عرفة، بيخترب حجها. ليتني اللي سجلت، ما سجلت لو حد عنده بوي المقطع هاي طرش لي إياه على أساس إني أعرضه لكم. وش لكم أنت؟ ربت ونهار ثاني بوي يوم الوقفة ركبوها بسيارة مالة العناية وسارت بوي ببنيته وهي داخل الأسعاف، وحضرت بوي وقوف عرفة، وقفة عرفة وردت. شيء لكم في أي بلاد تيبة تسوي في الدنيا العودة؟ ولا بلاد في الدنيا العودة شي تسوي هالنمونة. لا بنها حرمة سفير، ولا بنها وزيرة، ولا بنها شيخة، ولا بنها دبلوماسية. حرمة حالها حال العالم، حرمة حالها حال الحريم. الناس من الطبقة الوسطى أو يمكن الطبقة الكادحة اللي لا يايدوا ولا يعلمون، وشد انها متعبلوا منها وشلوها بوية سيارة الأسعاف وحضرة وقوف عرفة وأدت مناسكها بكل أريحية. روحة أمس روحة ترمس، وكم تدعي وكم تشكر وكم تثني، هذا كله كم يسوى؟ والله يا أبو يسوى الدنيا وما حاش حوشة، يسوى الدنيا بكل ما تعني الكلمة كل الشكر والعرفان. يا مملكة، يا المملكة العربية السعودية على ما تقومين به من خدمة الحجيج وضيوف الرحمن ومن الجحود ونكران الجميل. عدم شكر السعودية، عدم شكر السعودية حكومة وشعبا للي تسويه وتتعب في خدمة راحة الحجيج. ترى واللي ما يرد الفضل لأهله، اللي ما يرد الفضل لأهله هذا أبوي ياحد للمعروف، ياحد للمعروف، ياحد للمعروف، هبلا ياحد للمعروف، ياحد للمعروف وناكل الجميل. ونحن تعلمنا اللهم لك الحمد في بلادنا من استوينا لين اليوم، من استوينا لين اليوم تعلمنا أبوي من حكامنا ومن شيوخنا من أبهاتنا وأمهاتنا ودودنا من ولاة أمرنا إن نقول للمحسن أحسنت. شو جزاء الإحسان؟ شيء جزاء الإحسان غير إحسان؟ جزاء الإحسان إحسان، وجزاء المعروف رد المعروف، وكلمة الشكر مفروضة، ومن لا يشكر للناس لا يشكر لله سبحانه وتعالى. نقول للمحسن أحسنت، والعم نقول للمحسن أحسنت، ونقول للمسيء ترك أسأت. نقول للمحسن أحسنت ويزاك الله خير وما قصرت وبير الله تويك، نعم. وللمسيء نقول لأسأت، نقول لأسأت وما نجامل المسيء، ما نجامل اللي يتصرف التصرف الغلط، وما نسوي نخلي حاجتنا ومصلحتنا مجاملة في معصية الله ومجاملة بمزاهد الدنيا، ونروض الغلط نقول هذا صح والصح نقول غلط، ونحرم الحلال ونحرم ونحلل الحرام ونحرم الحلال لأجل مزاهد الدنيا وطمع الدنيا. لا، ما يستوي أبدا هالشيء، ما يستوي، ما يستوي. والمجاملة ما تستوي، ما حد يجامل سي ما تجامله. لذلك شكر الشيخ محمد بن زايدي على الله يطول بعمر أبو خالد، يعني شيء غريب أن شكر المملكة العربية ملكها وشعبها والقائمين على نجاح هالموسم بكل أريحية للحجاج. هذا ما بشيء غريب أبدا، ما بشيء غريب على شخصية فذة سياسية محنكة الله يطول بعمر أبو خالد، ما بشيء غريب عليه اللي سواه. من لأنه متعلم المذهب هذا من حياة أبوه، حياة زايد يشكر، حياة زايد يشكر على العرب وين ما يصير، شكرا ومشكورين وما قصرت ودفع الله الشر والبلاء حتى لو على أدنات الدون. يحضر عندك، يحضر كل ما يوبي، يحضر كل فرح وكل حزن وكل مناسبة ويشكر الضباط ويشكر الشرطة ويشكر حتى الدريولية ويشكر الموظفين، كل حد يقول له أحسنت وما قصرت، يعلى عظامه الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. فلذلك شكر محمد بن زايد على الله يطول بعمره للمملكة حكومة وشعبا أبدا ما بعتوه ولا بشيء غريب، مخلف عليه هذا الشيء.
لأن محمد بن زايد شخصية تعرف معاناة السعودية، تعرف معاناتهم المعنوية والإنسانية والمادية والعبء الثقيل اللي شالت لنا السعودية. هذا كله العبء المعنوي والعبء البشري، المعاناة اللي تعانيها السعودية، هذا كلها يعرفها لأن قيادي، ويعرف معاناة القيادي، يحس كل شيء يستوي في الدول اللي من غير. يا الله يطول بعمره ويحفظ أبو خالد. ترى السعودية تستحق، لو في كلمة أكثر عن الشكر فهي تستحقها. فلو في كلمة أكثر عن كلمة أحسنت وما قصرت ويزاكم الله خير بتنقال في حقهم، لأن مستحيل أي دول في الكون تقدر ترتب وتنظم هالحدث الكبير في أيام معدودة في مساحة صغيرة بهالكم بهالأريحية بهالقانون بهالتر. يعني منو يروم؟ والله يا أبوكم لو بتنخلون الحين أنت يوم بسوي معرض صغيروني في بلادهم جلبة والدنيا فوق تحت، ما بالك حدث عظيم يتجمعون فيه من 2 إلى 3.5 مليون آدمي في وقت معين أيام معدودة، منو يسوي عليهم كنترول أمنيا وأكل وشرب وراحة ونظافة وطب وعلاج؟ يعني هذا كله شو منو يروم عليه؟ منو يروم عليه؟ ما يروم عليه إلا الله سبحانه وتعالى. تسخير أقولكم الشرطة والكشافة والمتطوعين والدكاترة والأشبال شو بقولكم؟ تسخير هالأمم، أمم لا إله إلا الله. يعني شوفوا إذا في المثل، إذا إن الحجاج 3 مليون أو نفترض 3 مليون، يعني اللي يخدمونهم مش أقل عن مليون. تخيلوا أنك تسخر مليون آدمي يخدمون 3 مليون، هذا إنجاز. فالمليون تنتقي منهم الدكاترة، تنتقي منهم بعد الأفضل اللي عنده خبرة واللي عنده خلفية واللي عنده معرفة واللي عنده دراسة واللي عنده مخافة من الله والسي في مال وسمعته تكون طيبة، هذا كل إنجاز. والله ما يروم على القوي إلا الله سبحانه وتعالى. جزاهم الله كل خير. الله سبحانه وتعالى لحكمة، فإن الله خلى بيته الحرام في هذه المنطقة وخلى إدارة هذه المنطقة تحت ولاة الأمر اللي هم آل سعود. سبحانك يا رب. الله لحكمة وعنده دراية إن الأسرة المالكة هذه بتقدر تدير دفة أمور شؤون الإسلام في الكون كله عالميا وده في البلاد وخارج البلاد. ترى السعودية هي العمود الفقري، السعودية هي عمود الخيمة، هي الكل في الكل في إدارة شؤون الدين. لا بلاد زيد ولا بلاد عبيد، لا بلاد زيد ولا لا بلاد عبيد، الأمر والنهي يبوي كله من عقب الله عند آل سعود في شؤون الإسلام والمسلمين كله عندهم. ونحن أبوي في الأمر والشور والطاعة، أطيع الله والرسول وأولي الأمر. أطيع الله والرسول وأولي الأمر، وآل سعود أبوي هم أولي الأمر في شؤون الإسلام والنهي والترتيب ونشر الدعوة في كل بلاد. يعني شو هذا؟ هذا شيء إنجاز عظيم. منو يروم أبوي يحتوي 2 ملايين شخص في منطقة فيها مساحتها 4 إلى 5 كيلو؟ منو يروم يحتوي 5 كيلو تحط فيها تقريبا ما يقارب من 2 إلى 3 مليون شخص، وتديرهم بكافل متكفل بكل شيء، كل صغير وكبير، أمنيا صحيا ترتيب علم خبر. منو يروم؟ محد لهم، تسخير من الله سبحانه وتعالى. فكل الشكر والتقدير لملك المملكة وولي عهده والأسرة الحاكمة في السعودية من أكبر واحد لين أصغر واحد، ذكورهم وإناثهم، وأخص بالذكر أمير مكة يعني الله يطول بعمره ويحفظه ويبارك فيه، وكل من سعى وبذل من الجهد الكثير أو القليل من الحرس الوطني وأمن الطرق والعساكر والمتطوعين والعرب كلها، كل اللي بذلوا مجهود يعلى الله يرحم والديهم ويطول بعمارهم وماجورين، ولهم إن شاء الله الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى من كوادر طبية ونرسات
مال النظافة، كل حد كل حد أنجح هذا الشيء الكبير يعني هالموسم الحج. سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد، جزاهم الله كل خير. هي رمستي الحين جماعة، كل يوم تريوني داخل وأنا جالس أبوي في البلكونة. ترى أبوي كل هذا اللي تسمعونه أنتو مع كل هالإنجازات العظيمة وكل هالشيء الزين اللي تسويه المملكة، في ناس تحاول تفشل موسم الحج. في كل سنة، في كل سنة يحاولون يفشلون موسم الحج، في كل سنة يطلعون إشاعات ويحاولون يرشحون أشياء مش موجودة على الطبيعة وفي الكون أصلا مش موجودة، يشوهون الحقائق. هذا كله حسد، حسد وحقد وضقينة وبهتان وزور لجل الشو مآرب أخرى. كل هذا لحاجة في نفس يعقوب. سبحانك يا رب، لكن رب العالمين ما بغافل عن عباده، رب العالمين انه بينصرهم مثل ما هو ناصرهم حاليا، ما بيخذل عباد العالمين، ما بيخذلهم. ويعلى الله يطول بعمر كل من يخدم الاسلام والمسلمين، من حكومة السعودية من اكبر واحد لين اصغر واحد، حكومة وشعبا. الله يطرح البركة ويبارك. وعلى فكرة ابوي ترى علي وصل والمحسن داخل ويتريون كلهم، ومسكر عنهم البلكونة ويا لسرمس وياكم، حتى الستارة مسكرين هلا عن يحشروني. يلا نستودعكم الله، ما يندرى عاد وين بنسير، بنرمس خلاص. يلا في داعي الله، سامحوني عاد وايد رمس اليوم، لكن شيء وايد ضروري كان ارمس عنه واستهاضني موضوع شكر الشيخ محمد على الله يطول بعمره. هذا ابوي هيض الشعور وهيض الرمسة هذه كلها، شكر الشيخ محمد بن زايد. عم بنرمس ان شاء الله عاد خلاص، الحين بدخل بصلي بعين الله خير، ببدل ثيابي وبنوافيكم بالمسجدات اولا باول. مساكم الله بالخير. يلا يلا شو مين وخيبتي مين كاسر الصف؟ يلا وين محسن؟ يا باي باي. يلا يلا شل الكرت هذا محسن. يلا اقول لكم هذا شيء نحين ظاهرين من الفندق. انت تعرف وين بروحين؟ لا صدق والله انا من ولي راح يصير اسر محمد علي باشا. والله زين تعرف انا اسمي علي محمد علي. انت مش باشا؟ لا صدق والله تعرف زين. فبنسير لابوي 5 دقائق 15 دقيقة طريق ماشي. بنسير لمشي. ايوه كويس ماشي زود حق زين زين. يلا توكل يلا هو هناك محمد علي ولا مشي؟ بنسير اول شيء قصر محمد علي باشا، وخلاف بنسير شو اسمه مطعم الرفاعي السيدة زينب. مطعم وايد فنان، ما في يعني من هاي الفخمات، بسيط هي بسيط لكن اكل وايد فنان. لحوم على الافطار يا كذب ما عليكم منه كذوب. هي لان تم متراجير الصبح الساعة 9 ونص لو 10 لان ما علي منك، لان انت البارحه سرت ولا خبرتني وقايل لك من يوم بنحب المطار ابو ظبي انك يوم بتصير اي مكان خبرني، كان يازني بسير وياه، انت سرت البارحه ولا خبرتني. فلذلك ابوي انا الحين عزرت عليه توديني وين ما سرت البارحه. انت تعاقبني تمشيني يعني تبودي؟ لا ما بعيد ربع ساعه. خلي ولي اوبر وغيره. لا 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 حلو مشي حق نيو بسير مثل ما قلت لك بتحدث عند الرباعي خلاص وكان فنان وغاوي. لا انا اعرفه جاي لك بوديه. اي والله وين في منطقه؟ في السيده زينب. مطعم فنان يعني قرار باشا عليك. هي هي مشاكل مشاكل مشاوي. هي هي مشاوي. والله عليك المنظر هذا المزينه. بلا 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 ابي صم لحد سنة. هذا يوم بتمشي على ضفاف النيل تشوف هالمنظر الحشيش، هذا دور مدار اللي على اليمين واليسار. العالم الاول في السنين الاوليه ايام الانبياء كانوا يسكنون كلهم ضفاف النيل، وكان هاك الوقت يا امر ان اي حد مولود ولد يذبحونه، اي ولد ينذبح. شو السبب؟
يا فرعون يا يوه الكهنة، وقالوا له ترى بيطيح مولود ذكر جريب هالأيام، بينزل ذكر بيستوي الله سبحانه وتعالى، بيجيب ذكر ولد حرمة، بتجيب ولد، الولد هذا بيكون إزالة زوال عرشك أنت يا فرعون على إيده، فلازم تتلاحق عمره. نش عاد فرعون اتفرعن وأصدر أمر حق جيوشه، أي حرمة مربي كانها اللي جايب ولد تشتلونه، لازم ما تخلون في البلاد ولا ولد. نشا أبوي يجيبون شرق الغرب ومغربها، أي ولد أبوي يحطون عليه السدين ويفطسونه ويعقونه يموت كل الأولاد اللي في هاك الوقت. في سيدة يوكابد أم نبي الله موسى، أم النبي موسى عاد ربت بسيدنا موسى، نشت أبوي تبدسه يدقدقون على البيبان يزخون الأولاد يجتلونهم، نشت أبوي حطته في تابوت صغيروني ودسته بين الزراعة، هي تباي دس بين الزراعة اللي تشوفونها، ما تباي يتحرك لا شرق ولا غرب، وتمت تدز من بعيد مسير يومين. رب العالمين سخر أبوي التيار النيل ويرف الولد، وتمت هي طالع من بعيد وهي طالع وهي طالع وهي طالع، قالت حق خت موسى اتبعي التابوت، اتبعي وانت سايره التيار يرفه، اتبعي لين تشوفين من بيصير حق خلاف من يصيرون جنود نصير نشل ولدنا. فشو اللي استوى؟ انتهى المطاف بنبي الله موسى داخل التابوت هالصغيرون يطول الذراع ياهل رضيع، وين؟ عند قصر فرعون روحه، شوف القدرة الإلهية. وكانوا الخدم والحجم ياسين يسبحون في على ضفاف النيل، ونشوا القطة والتابوت هذا يوم الله يبي يربي ينجي نبي الله سبحانك يا رب. شو اللي استوى عاد؟ زخوا التابوت هالصغيروني، زخوه ترى مغلف ما يبين شو داخله، زخوا التابوت صغيروني البشاتير وودوه حق منو حق آسيا حرمة فرعون، فزاقه وانه مطرت افاعي فيه ولا شياته ولا شيء مشاكل داخله التابوت صغيروني، فتروعت. فيوم شافت التابوت قلبها حن على اللي داخله، يوم بطلته لان صغيروني يتبسم في وجهها ولان نبي يلا موسى، وقلبها حن عليه وخذته وربته، والقصة هذه كانت تعرفونها. يلا برايكم عاد خلوني اسير الا كان بين سنه اعد عليكم القصه كامله، يبالي بي 13 يوم ولا بتغدى ولا بسير قصر محمد علي باشي ولا عندي خبر، فبس القصه هاي كلني اعرفها مذكوره في القران. يلا بارك الله فيكم عليكم هالمنظر ما زينه، شوف المنظر هذا ما زينه، هذا القصر العيني، قصر العيني هذا الجديد عاد، هذا الجديد. وعلي وين الجديد؟ انا وراك على طول الطرف هذا، هذا شو وين العالم هاي جاي حينه، هذا قصر العيني القديم المال المرابي ولا ما ادري شو عندك ودونك هني، هذا المكان. وهالعالم كله محل جاي كلهم زايرين ترى مرابي، وهذا حبيب فندقنا هذا وين شوفوا هذا الطويل هذا اللي كان قلم شقر لا لي وراه، ذاك وين اللي فوق اخر بناي فيه الثلاث يعني مش شايفون كلها، وهذاك الجراند حياتها على ما تشوفون يعني مشى هالمكان وحين يعني مقزحه مشي يعني طلع راح. اقولكم كل هالعالم اتي الاهرامات، اتي مصر وتشوف الاهرامات، حد من العرب يعطي الاهرامات اهميه وخصوصيه، وحد من العرب ولا يفتكر يقول ابوي شبه الاهرامات انا اسير لها ولا شو يخصني في الاهرامات شو معنني مصرفني، وايدين عاديون ويصيرون ما يشوفوا الاهرامات. لكن اللي وايد اوادم ما يعرفونه منو شاف الاهرامات؟ ثلاثه من الانبياء طاحت عينهم وشافوا الاهرامات، هم ثلاثه الانبياء اللي يقين 100% نبي الله موسى ويوسف ويعقوب، هاي ثلاث انبياء يقين شافوهن، يا غير يمكن ان الانبياء اللي قبل والانبياء اللي عقب شافوهن، لكن اللي يقين 100% هالثلاث الانبياء هم اللي شافوا هالثلاثة الأهرامات، ويمكن الله طارح فيهن البركة وتمات لين اليوم ولين تقوم ناقة صالح بيتمن لأجل أنه واكبا هاك العصر وشافوهن الأنبياء هذين سبحانه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هاي الشيارة حالها حال الشيار اللي تشوفونه، لكن شو الغريب فيها؟ تظهر سيدة على يدع واحد، يدع واحد وهذا تنزل عد من فوق خنابيل، شفتوهن هالخنابيل اللي شرات الشعر هاي ردن قدرة غادر ينتجسن في الأرض، ينتجسن
في الأرض ويظهر من يد ويديد يضرب بعروق وغادي يروح كل عود يغادي سيارة ويتحول إلى مكان ثاني. شفتوا شراد دراس اللومي؟ اللومي ايش قال يندرس؟ اللومي يشلون العود مالها الفن من فوق ويميلونه في الأرض ويدكونه تحت التراب ويسقونه على الموسم يضرب عرج، من يضرب عرج قصوه واستوت شيره من يده جديد. هذه اختأس الرب يعني اللادمي يتدخل فيها، يا غير هاي لا، هاي من الله سبحانه وتعالى. سير فوق 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 وترد روح حب عرج على ما تشوفون، تضرب شيره من يده جديد ويقورونها يزرعونها مكان ثاني. هذا الحين وصلنا قصر محمد علي باشا. والله قدامك ده ان شاء الله، خلي بالك دي اوضتي اللي على اليمين. ها؟ دي الاوضه بتاعتي، كان بابا عامل لي اوضه لوحدي. الله انك انت كذاب برضه في دي؟ لا مالكش حق. ما تشوفون هذا القصر، هذا الحين على برسم الخدمه موجود. وشو هالدرايج اللي تشوفونها، هذا كل هالدرايج وهالروشنات وهالدنيا كلها، كل الطل كانت كلها على الحدايق. الحدايق اللي الدنيا هاي كلها تشوفونها، هاي كلها كانت حدايق، حاليا على ما تشوفون، ما في الحاضر مد، ها ها، هاي مكان حدايق، هاي داروا، ها ها، وهل بغيت؟ أقولكم سبحانك يا رب. أول ما تدخل القصر على يك اليمين، يجيك أبوي غرفة الاستقبال، هاي للضيوف. حنين صينيات من الصين ميوبات، مش 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 من يوطريج، لا مسمايات صيني، لا صحون صين من الصين ميوبات، صينيات من الصين، يعني نحن نسميهن صين، حتى في بلادنا نسميهن صين. زين، ويسمون الغرفة هاي غرفة التشريفات. فاللي بيجي أول ما يدخل حط بطاقة، بطاقة تهنئة أو بطاقة شكر أو بطاقة ترحيب في حد هالصحون، ودرهم وسار على الظهر دخل المكان هذا. أول ما تخطف وتخلص حطيت بطايق وحطيت مال التهنئة، تدخل عاد الميلس هذا. الميلس هذا على الله يحفظكم بس للناس المتدينين الدينين اللي خايفين من الله اللي واللي ميز الصالة هاي الميلس، مش الكراسي لا، السقف مالها. فالسقف هذا على الله يحفظكم شيء كم نوع منهن؟ 36 نوع، كل نوع ما يخصه في الثاني. في البيت كل شيء 36 نقشة، كل نقشة تختلف عن الثانية، كل سقف يختلف. عندكم مثلا هذا سقف، ها هذا سقف يعني، والطرف هذاك بعد سقف، ها وهذا سقف. أنا أحلى سقف. ما بوذله سقف، اصور لكل سقف بسقفه، هذا افتري صور ثلاث وهذا اربعه وهذا خمسه، ما شيء سقف، وانت ساير هذا اللي فوق سته، يعني ما شيء سقف يشابه ربيعه. هذا السر في قصر محمد علي باشا. شي قرب لك علي؟ باشا شي خصك هو؟ ابوي. ها؟ ابوك بابي. لا بنت لك ريحه. السليمه مكسوره، ماما سايبه السليمه مكسوره. ايوه زين. من أسرار القصور مثلا تسمعها السقف هذا، أولا روحه بعد صدق غير. ومن أسرار القصور الله يحفظكم أن الدري ضروري يكون من خشب. ليش؟ أثب إذا كان في المحرم خاري ولا الطرف هذا اليمين ولا اليسار في حد يكون يعرفون، كان حد جاي ينسمع بدال ما يدق جرس لو شياته، ينسمع من اول ما يبتدي خطي عشان شي دري يصر. ما تدخل بها الغرفة المغربية يسمونها. ليش الغرفة المغربية مسوين كل نقش فيها من المغرب ميوب، خدمة ولا والترتيب وشغلهم كله الشغل المغربي، الشغل المغربي الاصلي القديم من كذا سنة وتام على عمل بحرة من هذاك الان الى هالان. اللي تشوفون حين هذا عبارة شرات الباب، وهو مباب ايون الخدم عسان علشان يخدمون المكان هذا ويخدمون الضيوف. شو اللي يسوونه؟ يطلون من المخبأ هذا ويندسون ورا هالمكان ويجهزون المشروبات والفوايل وكل شيء يبونه، وظهروا عاده ما يظهرون بخياسهم ما فضل عنهم، لا بالزي الفنان اللي يليق في المكان، فيجهون العرب ويعني وكل شيء. نحن شو هذاك الميلس اللي قبل شويه، هذاك الميلس اللي هو المغربي، الحين دخلنا في الميلس الشامي. الميلس الشامي
شو من اهم شيء من اللي يميز محمد علي باشا ان اي شيء مميز في اي بلد كان في الكون يجيبه. هي ها سكت يا ربي ما بغير مثل الدنيا حين شال الدنيا فوق راسه. اي شيء اقول لكم مهم يجيبه من بلاده، فيايبنا هذا الشيء اللي تشوفونه كله من الشام، من قصر ينقال القصر الاعظم في دمشق. يا بعلم ما تشوفون هلا شكلها ابوي، وركبوها بعد واعتناد لين خلصوا، وعقب ابوي افتتحوا المكان. فهاي حينه الميلس هذا مال الريايل، هذا الريايل، وهذا الميلس اللي قبله للحريم. شو السبب؟ ترى مدينين هاك الوقت، مدينين زياده على اللزوم، فلذلك الريايل روحهم والحريم روحهم. فاول ما يدخلون الحريم يلسونهم في الميلس هذا اللي تشوفها صغيروني. هاي المشربيه بدال ما حين اللي خارج يشوف اللي داخل، فمحطين المشربيه هاي بطريقه ان اللي داخل يشوف اللي خارج، لكن اللي خارج لو تنقز خبره راس الخله ما رام يشوف المحرم هذا اللي تشوفونه، كانه مخفي، مسوين ترتيب كانه مخفي. سبحانك يا رب. ميلس الريايل اللي قبل شوي صغيرون هذاك ميلس الحريم. نحن في الامارات مثلا عندنا الطير اللي هو الصقر، رمز الدوله. هذاك الوقت كان عندهم رمزهم الشمس، ففي كل مكان يحطون الرمز اللي يتبع للدوله. على ما تشوفون عاد الجد المكان ها نور يا حق علي. ايوه ابن محمد علي باشا. محمد علي باشا ابو شروكي. تكون مشربيه قبل شوي الحين خاري، وانت داخل تشوف كل شيء، لكن الحين انا مخاري ما اشوف اي شيء من اللي داخل. شرات المخفي، شوف ترتيبهم. محمد علي باشا عنده اخو، واخوه مسوي ساعه في المحطه وين محطه القطار. انزين خاطر روحه اللي هو محمد علي باشا يسوي شيء مميز، ما يعيب احد مسوي حد شراته، لكن عايبت لنا فكره اخوه. نش ابوي وسوى برج، شرات برج اخوه، لكن ميز البرج بشو؟ بالساعه. الساعه لها عجارب، لازم العجارب لازم تكون سيده. هو شو حط العجارب مالته؟ عباره عن حنيش، فلذلك تميز بالحنيش اللي مرتكب في على الساعه، بدل ما يكون عجارب عاديات مستقيمات ركب ابوي حنيش، فلذلك امتاز ابوي. ها كان ابوي عنده وحيل فليحتال. شيء لفت انتباهي في هالمسيد، المسيد هذا فيه شيء مميز مش موجود في اي مكان في الدنيا، العوده. والموضوع هذا اللي خليني اخبركم عنه موضوع العرفان ورد الجميل والشكر. الشكر اللي قبل شوي كنا نتكلم عنه سمو الشيخ محمد بن زايد الله يطول بعمره، شكر الملك سلمان، وشكر العسكر والجيش والناس كلها اللي سووا وحافظوا على انجاح مناسك الحج السنه هذه اللي خطفت. ترى كل سنه يبذلون جهود جباره، وجهود السنه بعد وايد كانت كبيره، فلذلك شكرهم الشيخ محمد وحكومة وشعبا. وهذا المكان شو موجود فيه؟ محمد علي باشا يعلى الله يغفر له، شو مسوي المسيد ها؟ اي انسان ساعد في بنائه من مخط من مال هل بالديكور وهل بالبنايين وهل بالرخام وهل بالنقش وكل شيء سووه، هل بالسجاد، كل شيء سووه اللي ساعده في بناء المشروع هذا المسيد العود هذا، بناهن حطهن في اللوحه اللي تشوفونهن. وهذا ابو المسيد على ما تشوفون. ديكور المسجد من داخل شيء غريب عجيب، مسوين السقف على اشعه الشمس، هو شعارهم وهو يدخل اضاءه على المسجد على ما تشوفون. وهذا المكان كامل للمصلين لين العمدان، هذه لين العمدان ها كله كامل للمصلين. زين وهذا المكان تدارس القران وشؤون الدين هذا، وهذا المطوع يكون داخل هنا اللي حدث ولا اللي يقرا على الجماعه او ان اللي يفهمهم شؤون الفقه والدين بهالطريقه، يعني قسم للصلاه وقسم لتدارس شؤون الدين. اقول لكم الملك محمد علي باشا له هوايتين، له هوايات وايده، من ضمن الهوايات
ركوب الخيل والرسم. هو كان بالرغم انه كان وايد قصير. إيه؟ ابوك يجيب البغلي ده كله ازاي يعني؟ ديابك طوله 156 سنتي سنه. كان ريته انه ملك طوله 156. ملك ابوي الملك محمد علي باشا طوله 156 وجايب هذا اللي تشوفونه 197 بعد على اللي تشوفونه هذا على يدي اللي صار مشرب الخيل. هذا مشرب الخيل. وتشوفوا الحديقه ليش كلها مقيطنه مسكره دور ما دار مسكره؟ لانه جايب جميع انواع الاشجار ليه في الكون وحاطنهن في هالقصر. شو السبب؟ يبى كل شيء منفرد ومش ما حد عنده في الدنيا شراته نادر يحط شراته. وهالشجره اللي قبل شوي كلمتكم عنها شوف ايش قايل. ها طلعوا ها كان عرج. ها شوف شو غدا. سبحانك يا رب سبحانك. ها هذا ها مثلا سبحان الله. هذا ابوي افتعد فلة محمد علي باشا. تحت ابوي حجر البشاشير والخدام. خدام وبشاشيره كلهم تحت الارض. وهذا قصره عباره عن دورين. دورين بمشربياتهن وعلمهن وخبرهن. ها وتشوف الخيل دور ما دارها على ما تشوفون. من هذاك الان الى هالان. لكم هاي المدخل الفله. هاي يسمونها بهو النافوره. بهو النافوره على ما تشوفون عليه. وهذاك هاي صوره ابوه. صورة أبوه حياة علي باشا. هذا أبوه حياة علي باشا يقول لك من خيرة اللوادم هاك الدهر لحيته ودنيا ودين ورع الديانة اللي في الدنيا كلها فيه وخايف من الله ورقم واحد. ها؟ بلاك ما شابه. رحينا شو الغرفة هذه؟ اوكي انشاك ما دي اول حاجة. ما عليك تطلعين في التصوير؟ اوكي ايش اعمل ايه؟ خلاص يلا زين ما علي. اوكي هاي غرفة الشكمة. الشكمة دي كلمة تركية معناها اي حاجة برزة عن اساس البيت ذات نفسه زي البلكونات عندنا كده. هي الشكمة دي زي البلكونة باللغة العربية شرطة. اوكي دي جت اصلا من كلمة شكمجية اللي هو ده الشكمجية اللي هو الصندوق اللي بيبقى محطوط فيه الاشياء بتاعتهم اللي بياخدوها وهم مسافرين. ايوه تمام كده. هنلاقي عندنا هنا الغرفة اهي كل الحاجات اللي فيها عبارات اسلامية لان زي ما هو طبعا شرح في الاول ان كل حاجة هنا كانت تراث اسلامي. هنلاقي مكتوب هنا اسماء الخلفاء الراشدين اهم. وهنا ابو بكر اهو. ايوه عمر ومكتوب هنا محمد. أغلبية الكراسي اللي موجودة هاي المكان هاي اسمه بهو المرايا. شو السبب بهو المرايا؟ لأن كل مناظر على ما تشوفونها كل منظرة كبر الشر. ها على ما تشوفون هذا البهو اسمه بهو المرايا. والكراسي اللي فيه مش لليلسة لا. الكراسي هاي اللي تشوفونهن هاي اللي تشوفوا إشارات الخوار كل مصنوع من أمعاء الحيوانات فلذلك ما يلسون عليهم بس شكل اللي يلسون على الكراسي هاي اللي تشوفونها. وهذا أظني مال تحفيظ القرآن. هاي اللي تشوفونهن يلسة حق تحفيظ القرآن بهالطريقة. نحن ما اتفقنا وقلنا بمساعة أن محمد علي باشا هواية الرسم. هاي اللي تشوفون اللوح كلهن خدمت روحه باهس بقصرة. ترى كل ذي آهتن جبار هين تراه اي ابو عكلي. وهذا على ما تشوفون هاي يسمونه الصالون الازرق. ليش مسمينه الصالون الازرق؟ لان ابوي دور ما داره على ما تشوفون مسوي ابوي سيراميك دور ما دار المكان حاشيه من تحت مقيطن لون ازرق فلذلك مسمينه ابوي الصالون الازرق على ما تشوفون. انزين شو السر في هالمكان؟ التليفون هذاك المكتب ماله هو صار ومكتبه تم. هاي ابو رسومه عند الله علينا. ايه لك الجنه ونعيمه يا محمد علي باشا. هذا تليفون التام والتام على الله يحفظكم بعد الراده وماله. الراده وماله والتليفون ماله من اول ما طاحن الرواد هو اللي اخذه في راس الطرب بعد تحرون هينه. سلاطين العثمانيين 36 سلطان 36 وحين ابوي محطوطين ابوي صور يدوده كلهم هالسلاطين كلهم شيء منهم وفي الترميم يعدلون صورهم يزينونهن وشيء منهم موجودين. ها صورهم هذا واحد منهم. ها ابدا. ها علي شيء خلى عندك في شبه منك ولا لا؟ كلهم وهي ترى سلاطين ويلي واعمانس كلهم كلهم الملك بارك الله الملكة اي بس ما اعرفش. هذا ابوي يقول لك كل ذي عاهة جبار حيث انه قصير. هاي غرفة الطعام هذا وعزر على ابوي ليه بيسون وياه ترى هو قصيروني فكل هنك صار ابوي الكراسي ما بيستوي هو يا الاستحت مساوي الارجن حب والناس كلهم واجفين طوال لا سووا على ما تشوفون.
كل غرفة الطعام كراسي تحرى مالي حالو ما المفرخ صغار قبل 7 سنين. ها شوفوا سبحانك يا رب. هذا يعني الله يحفظكم البرز الرئيسية، البرز الرئيسية مالت محمد علي باشا. ترى محمد علي باشا ما حكم، ما حكم المكان، يعني المكان ما حكمه أبدا. ها أبوي هذا مسوينه سر حلم السنة، هذا حلم الأمير محمد علي، أخوه الأمير محمد علي، أخو الأمير محمد علي، وهو مسوين المكان هذا عشان يحكم مصر من هالمكان. شوف أنت أبوي ها، لكنه ما حكم عاد حليلة. وهذا أبوي شعارهم الشمس على ما تشوفون، كل مكان حاطين أبوي شعار الشمس. وهذا أبوي على أساس إن بيجلس بيتفيزر على هذاك الكرسي وبيحكم مصر باللي فيها، علشان منها أبوي محمد علي بيحكم الدنيا لها العودة هاي كلها. سبحان الله، والله شل قبل ما يحكم. بعدين بعد الصور وأسر الملكة اللي حكمت مصر في عصر الدولة العثمانية. أيوة أنا ليا صورة دخل. ها؟ أنت ماليش ولا صورة. أنت عاوز صورة؟ ما أنا بابا، أنا اسمي علي محمد علي، أنا بابا صعب لازم بقى ليا صورة. كرسي. أقولكم هو أمه كانها أظني مستوغدة عليه، حاطة دوبها من دوبه، نش أبوي عسب يغريها سوالها هالمبنى اللي تشوفونه، على اساس انه هي تحب الالوان. هذا قوم زري فطوم وحسن يوسف ولا والشيء الصليج، فسوالها ابوي حجرته والمكان اللي تشوفونه جميع الالوان اللي في الكون فيها. ان الاسره كلها متدينه، اسره محمد علي باشا، وامه متدينه بطريقه خياليه، لكن يعيبها الالوان. انزين من ضمن ديكور اللي عسب يجذب الأم المتدينة جايب أبوي كسوة الكعبة، ها على ما تشوفون، ها ومخلنها، ها على ما تشوفون هذه أبوي كسوة الكعبة، ومقيطن فيها المدخل من داخل. هذا كله إغراء علشان يجذب أمه تي من تركيا على كل وقت وكل حزة. غرفة يا الله يحفظك، أول ما تدخل القسم اسمها غرفة الإبيسو، الابيسون، انزين الابيسون. فلذلك الابيسون هو نوع القماش، هذا اغلى نوع قماش عندهم من فرنسا، فرنسا من فرنسا نوع القماش. هذا تشوفونه اقوى شيء، فحيث ان امه تحب الماركات وتحب الاشياء الزين والالوان الصارخه، فيابلها كل شيء يجذب اللم حطه له في هالقصر. اكيد طبعا مش مامو شو تهتم بيه مامو الملكه الام. هذا على ما شفتوا هذا المدخل اللي تونا دخلنا، هذه الغرفه حق منو؟ حق الناس الخصوصي اللي مره اللي يعرفون وينقدون على الهست كله، يا تيبه من الخاصين. ها وقوم عبود ابوي امهات بريجع العاديات تخليهن ابوي تفيزرن في هالميلس، ما بلاش الميلس هذا شيء فنان وغاوي يا غير تيلس في هالمكان العادي يعني، لكن الخصوصي هاك اللي توني صورتكم اياه، صورت لكم اياه، ولا الناس العاديه يلسون هنا على هالمكان. هو ما بعادي هذا يا غير يعني اسوى عن هذاك شويه. هذا على ما تشوفون، وهذه غرفه النوم، هاي غرفه نوم، هاي على الله يغفر لها ان شاء الله. هاي ابوي غرفه ام الملك على ما تشوفونها، ام محمد علي باشا. شو المعلومة اللي بخبركم عنها؟ شبرية تبوي كاملة صبريج فضة مات الراس، وشوفوا شبرية ترى قصيرة، يمكن أظني ذراعين أو ذراع ونص ارتفاعها، ومع هذا يحطوا لها أبوي دري عسب تلحق تركب الشبرية. دريتين يقول لك موجودات لدريتين، دريتين شلجله، لأن يقول لك طولها تقريبا 152. اللم هاي الملكة، أما الملك جريته ما بلحينه تبارك الرحمن أبوي على مترين 180، وبعدهن يعايرونهم بقصرهم. بوظتوا العيلة كلها. ليش؟ كله جبتهم أقزام كده. فين الفراعنة وفين الأطوال والأغراض؟ أكبر دفاية موجودة في قصر محمد علي باشا هاي اللي تشوفونها، يمكن ارتفاعها ظني حوالي 4 أمتار، 4 أمتار لو 3.5، هاي الدفاية. واللي أسوى عن هذا وهذاك هذا اللي تشوفون مدخنها.
هذا ابويا يوم بيورد الماري ولا اوف ما بيت ولا اسكندر ولا هني ابويا متخنها وما تحب الا اللبان يقول لك. وهذا علم ما تشوفون هذا النيل ابوي تحت حجرته بالضبط، هذا ما تشوفونه مره تحت حجرته يدح دح ابوي المايه النيل تحت دريشته. اسميك لو جاي ابوي عيل متريل هاي شو بتسوي؟ ما شاء الله عليكم علي، عايشين في عزله ولا هل؟ طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن. يا الله شكلي باين عليك. كيف يعني شكلك انت؟ ولايتي ولايتي علي الوالده هي على الله ان شاء الله يغفر لها ويرحمها. لا موجود. لا الوالده كلها ام يدك. اي والله هي طيبه يعني. اي اقول لك يعني الحمد لله انها بابهرت هالوقت ولا ما حب ياخذها منقصرها. هي 140 الموضه يعني هكذا والله الطول ده هو الموضه. كان كله كده كان ما شفتش امها كانت 120 بعد. شوف هالمكان بعد شيء جميل والله. هاي شو هني؟ شو ها؟ الحديقه ها؟ الحديقه مالك ترى قلت لك نادره. لا ايوه حديقه ماما. يربك الله والله حديقه شيء جميل. من كم من سنه هي ما صار ما تطحت هالاماكن ها شوفوا سبحان الله. ظهرنا الحين عاد من قصر محمد علي باشا بنسير ابني ما ادري وين بنسير لكن ابني بنسير شو سيد زينب اتوقع يعني اتوقع اني بسير سيد زينب او ما ادري والله وين الوجه لك ان شاء الله اني بخبرك بالحقيقه. انا اقول شيء واسوي شيء ما عليكم مني خذوا خد. يلا الحين يا مع ابوي التم المتعوس على خايب الرجال على ما قالوا المصريين ها على ما تشوفون. هذا يكذب على الثاني كذب مجمع تعال وسمع خريط مكون على هالخريط. ها شو تقولون؟ ها شو عن شو تتكلمون؟ احنا؟ ايه عن الصداقه والطاعه الزواجيه بين الطرفين. ايه شو تكذب عليه؟ شو بالكذب كذبت؟ اقول له صديقك تجاني صديق واحد الشركه. هي وبعدين يسرق. احلى شيء عاد وانت تمشي لقيت ابوي مال عصير مال عصير قصب عصير قصب عصير قصب. السلام عليكم ازيك يا ريس؟ عاوزين ثلاث اربع قصب. ايه العصير اللي اكثر ماشي عندك؟ قصب ولا رمان ولا كل عصير انه اللي ماشي عندك اكثر ماشي اكثر ماشي سليم ولا مقصود علي بلاش سريع لا بس هو ابن بلد وعارف ان احنا من عرض. اسمك ايه؟ معوض. معوض يعوض عليك ربنا يا رب. من هنا معوض مصر. احنا انا قلت لك يا مصر دي ربع متر. من ايه بقى يا معوض؟ احلى ناس سؤال ناس طيبه قوي سؤال يا سلام. بعد واحد بعد واحد بعد صب واحد واحد ليك بقى انت على حسابك. عسل معوض والله. متجوز معوض؟ لا احسن طلعتها. داخل العافية. شو تقول بس اديته كام انت؟ اعطيته 50. زين حسابه كام؟ 25 24 24 واحد ياخذ حقه. زين 26 زين بالنص. لا شكرا حبيبي يلا بارك الله فيك شكرا. يا معود تشرب ايه بالظبط؟ لا ده ما ابوش انا بطري ده فاكر انا بطري بتاعتي بتاع تايلاند انا حط ميه صعبه. هي يعني سكر ما تعطي ماي خلي ولي ماي ماي من يلا 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 عاد يلا 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 ماي من حنفيه. انا بعطيه تبقى 5 جنيه هين بدل فيها. مش عايز ماي معدنيه ماي من الولف عطى هي هي من حنفيه. اه ببلاش غريب ربنا يا خالد. اه يا معوض مع السلامه. دور بحاجه ثانيه ما تحاسبوش بقى. شكرا حبيبي السلام عليكم. الله انك انت يا علي روحك فين. ها علي النور والجمال خارج الوش ازاي؟ ايه مش يدك الملك؟ ايوه طبعا كل قيمه هناك. هذا الفران مالهم ايش الرد ايش البلد ايش البلد هذا اللي تشوفونه حار ضب شو ما زين والله عليكم.
ليهم يا حالو اللي خاشف. آه زين مخريحتي يا أبوكم تضرب في خمرة الرأس. أنا عندي مصر، هذه مصر. يوم أمشي في أماكن هالنمونة، يوم أمشي في أماكن هالنمونة، ها ها شوف شوف راعي الهنبة والخاخيشة على ما تشوفون. أنا عندي هذه مصر، والرطبان والهنابي من كل ما تشتهي النفس. وانت ماشي ماشي علي 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 ليه؟ لا اعتلالك مقام مش هذا، احنا خلينا نمشي روحي انا ما تسولف وياي. لا ينفع تمشي لوحدك بتقوم. اقول لكم يستوي مولد، اسمه مولد السيدة زينب. يعني يوم يستوي مولد السيدة زينب عندهم شيء خيالي. العالم اللي تشوفهم هي تذكر علي اخر مرة؟ كان همم كل المحافظات. هي والله الدور ما كان رجل ما تروم تمشي. برويكم شيء في مصر يستعملونه يسمونه ملاس. الملاس هذا هبا خبركم عنه وينه. هذا اللي تشوفونه ترى ما يعقونه، هذا مال قصب السكر. هذا من يخلصون في سيايير ويشلون الطعام لدبش، هذا عاد الدبش اللي تاكله خاصة. انطم شوف انطم يعني اسكت. الدابشة شوفوا يوم اللي تاكل هذا الدابشة دبشم بالذات في مصر اللي ياكلن. اقول لكم شفتوا اللي صورت لكم اياه هذا الملاس يسمونه. هذا اي بلد فيها قصب سكر يطعمونه دبشم. انزين في الخليج ليش الدابشة شم الدبش من تولد تموت في نفس اللحظة. هذا يسمونه نقص سكر. شيء منها يموتن على ولاده، يموتن أثناء الولادة، يموتن شو السبب؟ لأن يستوي الولادة ويستوي النزيف، النزيف ينقص السكر اللي في الجسم. الحين في الإمارات عرفوا العرب المشكلة من عقب ما استوى التطور ويا العلاج الطبي والفتحة والناس يعني فهمت. والبرغي يعني في المصريين يزاهم الله خير عزموا يدخلوا فكرة ان شافوا شو الفرق بين دبشنا ودبشهم. طلع ان دبشنا ما يستعمل اي شيء فيه سكر الا السح، فاتضع ويعطون السح كمية بسيطة يعني اليونية يخلطونها حق 300-400 راس. هو لا، كل دابشة تسبب كبير من السكر خاصة ما قبل الولادة. والله علي يأثر على صحتك؟ لا لازم الجسم يكون فيه سكر زيادة. زي لما بيكون في نقص كالسيوم بيموت الكلب، أول ما يتولد بيموت. نزود السكر. نزود السكر. يقول السكر. يا كم حي. ترى أقول لكم والله العظيم السالفة هاي صدق. لو أنا في عزبتي هالنمون اكتشف. وعقب أزبت خلط لهن أبوي الدبس في الماء. والحمد لله. قبل الولادة يوم هن حين عشر مرة موصلات. لازم تعطيهن سكر زيادة. يا في صح تسوي لهم مريس زي انا سكر زياده. يا طبرايك سعاده الله يحفظكم. جامع السيده زينب مسجد. شو ها مسجد ومقام السيده زينب على قولتهم. عاد هلا العالم الحين احنا نعرف ان مسجد السيده زينب. زين اهم شيء في هالموقع هذا اللي تشوفونه، هذا مسبيل. مسبيل وقت وقت حق المسجد هذا. هذا اللي يحيد اظني شي صح اعتقد. جماعة تلوث ها؟ مكتوبة ايه؟ جماعة تلوث وجماعية تلوث القرآن. ايه؟ راشين اجتماعية. ايوة يعني هذا سنة 1954. ايه؟ تبع ال تبع الاجتماعية. ايه؟ يعني سبيل. ايه؟ سبيل هذا سبيل. أيوة. هذا كان مشرب. ايه وقف يعني. وقف. ايه؟ اللي نطيل لكم اياه مطعم الرفاعي مرة ورا المشرب هذا. في الخنيخيشات هذه صحراء ضيق مكان ضيق صغيروني بس كان احسن مطعم بالنسبه للكباب والكفته والكباب والاشياء هذه. المهم لحوم اليوم بيوم ما ينذبح. مكان بلدي يا غير رقم واحد اشهر ناس في كنت في مصر والاغنياء وما ادري كلهم يجون مثل عندك علي الجدام. ايوه من الرواد واجي كل ما يجي خالد بقى معاه من الرواد. ان شاء الله الا ما تشوفون معيد يعني بنديك. يا ربي يا القراد يا القراد مكثرها. وهذا هان مكان هذا في هذه الساحه كامله
هذا مطعم الرفاعي هنا يكون. وعلى هالحال ما لنا حظ، ما لنا والله كاتب لنا نصيب. جينا ابوي قالوا عيد شبعانين لحم ويا تحتيها. اي ما الله كاتب نصيب، ما لنا نصيب. ايه كل من منو؟ شاها كل يكون طاولات على ما تشوفون. كم الله كاتب نصيب. وهذا مطعمهم ها. شيء والله مكان زين وكذي جاينا اكثر عن ودي. لكن ما الله كاتب نصيب، ما الله كاتب نصيب، ما الله كاتب نصيب. اي مطعم مال لحم كله مسكر، لان ابوي ايام عياد والناس ابوي شبعان من اللحوم. فلذلك يقولون ما شيء لحم ابدا، اي مطعم فيه لحوم ما يبون، ما شيء كل مسكرين يعني، لان عيد اللحمه هذا عندهم. فعيد اللحمه ما ياكل تذكر ابوي الوالد شبعه من الضحايا. فلذلك ابوي سيرتنا هاي كلها على الفاضي، لكن الحمد لله تمشينا، ضحكنا، سولفنا، دردشنا. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ ام احمد. منوره يا ام احمد. يا اختي جميله. جميله على المشنى. عيب عليك. صح عليك يا ام احمد. جميله ابو حريم. رحت والدس وردي فين؟ ليا. لك انت؟ ولا المدام؟ وانت حاطه عمه خضرا ليه ان شاء الله؟ حاطه عمه خضرا ليه؟ عمه ايه العرب انا ما انا معلم. دي من عند الله دي. عسولة حبيبتي. شكرا عن نفحك. ربنا طبعاً. سلمنا على سيدنا النبي وبحبك بحبك يا سيدنا النبي. احنا مش سعوديين. احنا الامارات. الامارات والسعودية كل واحد. اه واحد. كلنا واحد. لا تروح عند سيدنا النبي. اروح. ايه نعم. بارك الله فيك. الامارات والسعودية. سلمنا على سيدنا النبي حبيبي. سلام. والبترولي. ان شاء الله. الله يحفظك. قراده قراده لاحقت لنا وين ما نسير. واحد فيكم مقرود، يا انت يا انت واحد منكم. قراده ايه؟ قراده يعني نحس. لا مش انا. مش انت؟ انا وشي دايما حلو والحمد لله الناس بتتفائل بي. اللي هو انت. ايوه. وكل لما اشوف مكان محسن كم مره سرنا؟ كل الامور طيبه. كل يوم كل مكان نسير قلت كل مكان طلق. واليوم انت بركات. يعني الناس معيده بقى نحس. يعني انت مش عايز الناس تعيد؟ تعيد يعني ما ياكلون ما يتعشون. ما نعم عندها لحمه ذبحه. ايوه الناس ذبحه خرفان وعجول هيروح ياكلوا في الشارع. اي ربه. ايوه اي ربه. لا جماعه لو سمحت واحد واحد، مش كل شويه الناس تصورني من كل جهه. يا انا نجم مشهور اه بس مش الدرجه دي. بقول لكم الحين هذا ابونا ساري حق رفاعي، رفاعي على الله يحفظكم قطناه مسكر. كل مطاعم في جده مصر المتعارف عليها يعني مسكرة مالات اللحم. ليش؟ لأجل أنه عندهم عيد، والشعب المصري ما شاء الله وقت الضحايا ما يحد يصير ياكل برا، ياكل من برا. لأن كله ذابحين ابوي في بيوتهم، حتى اللي مش ذابح جاي له لحمة من عند الناس يعني. عنده خزين يعني. ما عادش يروح ياكل برا. الحين وين بنصير ابوي؟ بنصير الفيش ماركت. شفت البارحة وين صرنا مال الأسماك؟ مشاهدنا ما قلت لكم شيء، باخرة كم كبرها؟ كانت 5 ستار الاول، وبقدرة قادر تحولت من 5 لين 3 ستار العام اللي خطف. اندر ستار. اسكت عادة. اندر ستار. انزين والحين عاد سايرين يمكن ان الثلاثة ارتفعن او نزلن. بنطالع. نحن في كل الاحوال ما يازلنا ابوي بناكل له سلطات. مثلا كل واحد عنده يوزن لي سلطات مخلل وهذا البتنجان توميه ما توميه بتنجان بالخل والثوم. وانت انا هذا بقى ده انت بالنسبه لك. وانت شو بتعمل؟ انا هروح عنده فيش ماركت اكل سلطات. بروح اعمل بيتنا. لا لا جمبريات كابوريات. خليني عاد ارمس انت معي. اقول لكم الرفاعي يعني شفتوا يعني اللي يقول لك العور وسط العميان باشا. العور وسط العميان باشا. يعني بالنسبه حق المكان يعني اخيرا ما يكون عندهم اللحم يشوفونه. فاللحم اللي عند الرفاعي طازه فقط لا غير، مش مثل اللي بقى عليه من غير. فوق الطازه خدمه وترتيب، فوق الخدمه فوق يعني ان الطازه عند الرفاعي هذا عين ما تشوفونه. الاكل في الشارع في سكه مثل ما صورت لكم اياه، انك الطاولات يم بليوت وعليهن كراسي من حطب وقطاوي يحطن تحت ريولك. وشو بقول لكم؟ الحاله لله. لكن اللي يفند الرفاعي عن غير انه حمت طازه. من اللي يفرح باللحم الطازه؟ للي ما تتكل لحم طازه. اللي بقى عليه من غير يزيدك فوق الطازه، فوق الطازه طريقه تقديم، طريقه سيرفيس، الابتسامه، الوعيان، رقي المكان،
فلذلك المكان هذا قاوي انه خنخوش، ويجون يعني كباريه ويجون من وزير وسفير، وايدين ناس تي طبقات من مختلف طبقات الوادم اللي عندهم. من البارحي ورا البنايه هاي ورا الفور سيزن ورا اللي جيناها البارحه، وحين ابوي ردتنا الحايه وين ابوي الفش ماركت هذا اللي تشوفون، هاي ابوي باخر مالت الفش ماركت على ما تشوفون تحت عاد قهوه وشيشه وما ادري شو، يعني شي فنان غاوي غنوات بحار. البناية هاي من سنين، يمكن من قبل سنة، كم سنة محسن؟ عشر لو أكثر. معقول؟ البناية هاي كانت من قبل 10 سنين، نحن مجموعة كبيرة من أبو ظبي ودبي، ويعني شلة كبيرة. الشقة مالت شو اسمها؟ فيلا الحقة فوزية. فيلا حقة فوزية، الدور الأول والثاني عبارة من دورين. جميلة والله الشقة ته. وما برخيصة يعني بهاتش الحكي، خذناها ظني حوالي 40 يوم. طعم هذا تختار النوع اللي تباه، هالباحي حخذنا منه اليوم، باخذها الحمد لله قطنا وحدة عودة اسمها نسيت والله شو اسمه، كانت تبون الصبح نفس الطريقة، غير هذا العرض اكثر عندهم شوية ارتفع مستواه بالنسبة للعام اللي هو الفيش ماركت، على مستوى يعني تقريبا اخير اللي طلعها، و يعني هذا حيدون اي بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. كون الموضوع ها اللي تشوفونه الخبز يوميك حار، ها هذا عاد احسن ما يكون، واخير شيء عندهم ابوي هذا ها مخلل البتنجان، اوه والتوميه سلطه عاديه كل موجود عنده سلطه، لكن البتنجان هذا مخلل البتنجان، وهذا حمص شي ما ادري ايش قال حراء، المهم ما المصريين شيء فنان، والاخير عن هذا وهذاك الخبز هذا ها اللي تشوفونه حار يدخن ضوء. اقول لكم هذا على ما قلت لكم مثل ما بغيت تخدمون تفلسفوا يسوي ما ادري شو ما ادري، قلت له ابوي ما اريد ابوي شويونه زبده ولوم وثوم وكزبره و وخلوا منها اشياء وفلفل حمر تخلطها وتفركها وتدخل لي السمكه داخل الفرن، بس سوالي فلسفه بحط لك طرنشات، قلت حطك الله في حاميه اللهب لا تحط لي طرنشات ولا اشياء، وهذا وصل الربيان. شكرا يا كابتن بارك الله فيك. طيب هو لنا يعلق لك لو دواك عن الموت، هذا حق الرجال غريب هذا، انت لك هذا بيبول لك عيش توك زاط الدنيا كلها. فرصه مش هتتعوض. حرام عليك، لا قالوا الطعميه سودوا وشك، انت هقولك البقعه الطعميه المقيحه الزيت اللي بالعربيه والكل ببوظ وشك. خلي ياكل حرام عليك. عارف تاكل ايه؟ طب الدور بتاع الجمعيه. في العافية في العافية يا محسن في العافية. سمي لهالي لا لا يا ويلك من الله، لا لا حرام يهري. سيب محسن ياكل على راحته ما بياكلش. امال ايه؟ بيفتل كده زي بنتي، بنتي ارفع منه راسه. قول يا ابني كده بص في الحظ. بسم الله الرحمن. في العافية إن شاء الله في العافية. مدينة تيجي تبقى باكل على راحته، بص بيفضل بص اللي بقى اللي بياكل بقى. ايوه هذا ابوي الربيان اذا كعصمة يعني جاهزه. ايوه الحته الاولانيه بتاعتنا لمين؟ ليا يا ودع. انت توكل من هذا وانت اكلت من هذا ومن هذا، انا بقى علي الدور من هذا. لا 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 انت خافك تضرع عليه. لا لا هذا ربيان ربيان مبزيل. لا هو الدكتور قال لي خذ حته واحده. انت مد ناظر مدرسه ناظر المدرسه ياكل ربيان؟ لا ياكل عيال. لا ياكل مدرسه يعني ولا ياكل سندوتشات عيال ولا ايه؟ ايوه طب هات حته الخبز دوب لو تنطرد انخلق خلنا تاسع.
شو علي؟ يمكن في بوسته جوه سليمه. لا لا الحمد لله بس. انت ما تستحي؟ صديقي لازم اطمن عليه اكل كويس ولا لا؟ لا الحمد لله اكلت الله يعينك. انا جاي وراك. الله العظيم. لا رز خلص. شيل لك جنبك لو كان على الرز. شو قصدك يعني؟ اسمك احمد؟ كلش الجمبري. لسه ما بنلش على الجمبري. قبل ما انت جيتنا عقب ما وصلت انا بيومين. النهارده. اليوم ها؟ انا من جيت من يومين. العالم كل اللي شافه محسن في الستوري. ايوه. هذروني هذار السنة في دقيقة قالوا هذا بلطجي وشكله قتال قتلة لا 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 وشكله مجرم لا 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 وشكله ما ادري شو شبه مرحوم منو المرحوم؟ حد مات والله يا علي العالم كلته اكل قالوا شو تباه عشان ما يشتل انما انا انت لا لا قاعدين لي والله من لندن اتصلوا بي انت مش مع الغربي قول والله والله العظيم خلفان زكي خلفان وصلك صوتي ايه وحتى بعت لك جوه على السناب بيقول لك السناب بتاعك يا خالد مش منور عشان علي مش فيه وان شاء الله صدقت انت احتمال لا انا بصدق خلفان انا ببقى معاك منور يا خالد ايه جزاك الله خير الله يسهل ينتهي يسهل لك ينتهي فعلي المتحف ان شاء الله لو عايز تروح المتحف ايه بدري متحف مصر القومي مش حاجه اسمها قومي ها مصر متحف مصر قومي يوم مطرح قومي يا سلام انت تتذكر يوم كلمة لا وينسين لا حينه امس خبرت الجماعة يا والله خبرتهم 20 سنة كل ما نطوف عدال الجامعة الأمريكية جامعة مصر اقول له هذا شو للجامعة الأمريكية كانوا شبه بعض الطريقة يعني تخيل 20 سنة ايوه اقول لك ليه بقى 20 سنة انا كنت صغير شفت بقى انما دلوقتي انا فهمت انا لو شفتك دلوقتي ماشي في الشارع اعرف ان انت من المتحف انت من الاثار ايه والله اقول 20 سنه هم عايشيني في جذبه والله هذا هاي المدرسه الامريكيه لا 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 الجامع الجامع الامريكيه لعقب عرف لا 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 نتكلم صراحه ايوه الحين المتحف مصر احنا عندنا رحلات المدرسيه لما بتروح المتحف زين لازم نروح هناك ونخلص قبل الساعه 12 واحده لان يسكرون صح؟ اثنين بيكونوا اقل زين على ايام دخلنا النتيجه لا شوف من الساعه 9 لين الساعه 7 المساء شوف بالظبط زي ما نقول بس هم بداوا يسهروا شوي ليش هالجد؟ ليش؟ تفتكر دي مش قوانين عمل بتقول كده؟ يعني فرق 12 ساعة ولسه بنقول جامعة أمريكية ومتحف يا الله أنا ما أتوب منك أنا ما أتوب كل ما كنتنيش جنبك أنا في خاطري أخليك تاكل جمبري كم ما أخافك ثمرة يا حبيبي ما تقلقش أخي بتتعود في طعم الطعيم بعد كده بوصله يعني أبويا تخيل والديك ما حد يدق لي تليفون رقمي اللي عارفه لا يدق لي تليفون يعني ما علي انا احبكم واعزكم على عيني وراسي يا غير الاتصال ابوي ما يعطي معنا انا الحين يوم حد يقول لي والله نحن ما ندق لك وما نسولف وياك نبي نرمس وياك لا لان نحبك زين ما علي انا بعد احب العرب كله يا غير اذا ان لو صح لو صاحبي واحد كان رضيته لو حبي واحد رضيته الحين انا برضي العالم هذه كلها برمس وياها متى بسوي سنابات متى برمس بس بشوف الليل يبني علي لا احب العرب ابدا قال لي مش شارد التليفون ريال والله اني ميود مكالمات هاي التسجيل ماله ويسمعني الحين اول قال لي والله ابو محمد سلام عليكم مسج ها طرشل ما قال سلام عليكم من الطريق طرش يمكن 10 فويس نوت 10 فويس نوت 10 مسجات مسجات كلهم فويس نوت بالكلام كل واحد يمكن مدته 5 دقائق 7 دقائق يعني يمكن ساعة وانا اسمعه مفاد الكلام ان نحن بنيك انا فلان الفلاني لا قبل ما يقول فلان الفلاني لبنيك قلت له زين انا قلت في خاطري عاد اخر شيء قلت في خاطري يمكن شخصية
وايد مهمه يعني. ما عليه لا حلق. هو قال لي قلت له انت مرحبا بك خبرني انت منو؟ قال لي انا فلان فلان الفلاني. قلت له يوم انت فلان فلان فلاني شو مرادك من جاي؟ ما حد يجي. انا حين عرفت بين وبينك معرفه خاطف قدام الباب انت ما عليه. انت بتعنيني بتعنيني من الشارجه لين ابو ابي بترمس عندي انا ما بعزومي وبيتي بيت عائلة. كيف انك انت حبتيني وانا ما بيني وبينك عرف ولا صداقه ولا تشوف كلام من باب ولا من سبعه اقرب انا الحين تشوفهم اللي يوني هنا يوني بيني وبينهم معرفه فلان وعلان كان من الشارجه ولا من عيمان ولا من دبي ولا اي مكان هذا تعارف وياهم يعني ما يستوي انك انت أكش ما عليه مستوي احتفال مستوي شيء تلاقينا صدفة بنقول ما عليه بتيني عاني تسلم علي وعلى صلاح شو عليه مضروب يعني أنا أشوفه ما بعدله أنا اليوم أبوي ما بشيء يعني بتيني أعرف أخوك أنا ابن عمك بين وبينك معرفة تلاقينا في بلاد تلاقينا في سفرة على عيني وراسي يا غير لا أعرف أنا فلان 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 قلت أبوي لتي ولت عنه أنا أبوي ما رومت غائب هاي اللي سوي حد ما أعرفه هاي الرمز اللي قلت له سمعوا هذا جوابه رد لي بقولكم يمكن 10 سنابات مرة ثانية كل سناب يمكن 15-20 دقيقة أنا فلان لفلاني أنا التحراني لفو ولا التحراني التحراني أنا وتبطنها وظهرها يوم بييك وبتعنالك الناس والمعنى هذا مدعم عنا ريايل لأنك ريال قبيل يقول بييك وتقول لتي قلت لأبوي حق شو كيف هذا ما يبقى كلام كيف تيني وأنا ما أعرف ما حد يحب مني وطريق قال لا أسلوب العرب الأولية من حد يقول بييك قال له الدادمي مرحبا بك ما عليه مرحبا بك لو أني أنا برحب بالعرب كلها أبوي بسوي بيتي مضيف قصر الضيافة أبوي ما بعندي أنا عند الحكومة أبوي قصر الضيافة وفنادق كم أكثرهم أنا بجلس أشاهد كل من كل حد من قرقع بابي بقول له مرحبا لا يا أبوي لا روم أبوي أنا لا أستقبل حد ولا بحد حتى يخدش الدم معرفة لا من باب ولا من سبع وبام بيني وبين معرفة وبييني مني والطريق لا والله لا يجيك ولا يتحدى يجيني لي بيني وبين ما تعرف الصداقة أعرفه أعرف أخوه له لازم بيني وبين التواصل ما عليه طرد سلي بس بييك يوم رديت عليه قلت ما خلى عندي ولا بقى كلمة والله يا أبو بيني ميمع المسجات كلهن حوالي مسج 10 مسجات أول ودي ودي ثانية ما خلى عني شيء وعد يذكر نحن وأن عيالنا يتعلمون من كل معاني يتعلمون من كل عيالك أبوي لازم يتعلمون بعد إن ما بكل حد يجاب دونه ما بكل حق الأول أبوي الناس بيوت تطلقة حق العرب كلها لا الحين أبوي بيوت تطلقة للناس اللي تعرفهم ما حد يدخل حد بيته مني والطريق أنا ما أعرف كانك في زيد ولا عبيد الله أنا طائفة الفلانية حق عمرك والله لو تكون من تكون يا مام بيني وبينك معرفة اشتراني بكت اصلا ما اعتقد انه صاح الريال هذا يودنها للفويس نوت يمكن بقولكم 10 وان شاء الله يا ابوكم اذا الله راد اذا عندك يعني بقولكم لسان بقح يعني ما يخيل كل قوات ايه نحن عرب قبائل بنيك ودي ها زر على عمرك زر على عمرك شوي شوي عن تندحك انت ما يسوى عليك تيني من هناك بتعرف وياي ايش عليه بالطروق انا لا بالطنطاوي ولا بوزير ولا بسفير ابوي انا شخصيه عامه ولد الناس كلها وعند العرب كلها عليكم السلام نبي تشامح يا الله يحفظك بارك فيك مرحبا مرحبا اني انا حينه اني انا حينه يعني بسوي عمري قصر ضيافه لا والله انك كدر خاطري يعني هالكلام من يومين ثلاثة ما تعرف الا اي درجة ضايقني كلامه رجال عيل هو رجال يعني زين رمسته يا غير ما تحس من انه مخلاسه او انه مشوطات فيوزاته يعني رمسته زين وكل شيء عدل نقدت عليه انه مصر اي
يوم تعذرت منه رد علي برد سلبي. كيف نحن منقود على العرب ونحن ابوي عيالنا يعرفون سنابك ويتعلمون منك ابوي المذهب اللي ما نمعنا هذا انك العرب تقول بتيه وتقول ما تيهم لا توني. هذا ابوي ما استوى لا من العادات ولا من التقاليد ولا من سنعنا. عجيب والله سنعك ما تخلي باب بيتك خربا سيدو البيبان مشرعة صبح ومساء حق من بيت الحرمة البيت الاحترام البيت الوقار البيت له الناس اللي يدخلونه هب من هب ودب ما عليه هادم الناس للناس والكل بالله. جيتك في ظاهر من مسيد جيتك في مستشفي أعرف من باب من سبع والله باليوم مرحبا. أنا ما تري حد يعلمني المذاهب أنا روح يعلم أنا أستاذ هو راعي معنا وأصول من ربي خلقني. اليوم أنت متصل علي وتنعش علي دور بلي مدخن صاح أنت ما فيك عقل أكرم أنك صاحي ما أدري ليش خبرت بهالموضوع لك اطلع علي. يلا برايكم فهمت شيء علي باللي أنا قلت له؟ طبعا. شو اللي فهمته؟ فهمت ان الراجل بيقولك انا جاي ازورك وعايز اقعد معاك. قليت من دنياك وانت حاط الاذن عندي؟ طبعا. وانت صوتك فاضي؟ اول ترابيزه هناك سامعها. انا مش هسمع. لا والله من الومهم مال السوشيال ميديا اللي ما يردون على اللوادم ويسوون حسابهم انه ما يتكلمون ويا حد ولا يردون على حد. الا هذا تدرون هذا وين جاي الحين؟ انا كم من يوم ما نزلت الواتساب على الستوري رغم مال مصر. اللي يعني يبقى شيء يبقى يندبوا لسياته يبقى عنده موضوع يبقى كلام غاوي شيء جميل فيديو معبر شيء في حب الوطن شيء في حب الطبيعة شيء عن عن أي شيء فنان يعني بحطه وهو يعني والم الستوري مالي من ضمن اليوم فتحته ولأن هذا رغم ياتي من المسجات وعلى ما قلته على ما قلت لكم الحين يعني شيء غريب عجيب مشكلة أنا ما أدري ليش نرفز فلذلك أنا ما ألوم اللي سكرون حسابهم لا والله لو أقول في خاطري ليش هالغرور عندهم ترى أبوي فاكين عمارهم الصدع والديانة افتكيتوا يا أبوك مال السوشيال ميديا افتكيتوا لا والله ما حد يسوي الحشف مجايين المشكلة ما تدري بأنه حشف حين تلادمي بتشوف الناس كلها بمقياس واحد غير ما تدري بأنه حشف ترى يوم انكشف ولأنه حشف يوم يقول لك يوم انكشف ولن حشف هذا هو الأول رمست وياه رمز زين ورحبت به وعندك ودونك ما وعيت به إلا يوم انكشف ولن نشوف حشف. يلا بارك الله فيكم بس عليكم. قال شو الجواب اللي تو سألك ريال أحمد هي شو سألك هو بيقول لي إيه خفة الدم الفظيعة اللي انت فيها دي وانت مصدق انزين اني وانت مش شايف دم خفيف انزين المهم هو بيقول لي انه كده منين من ماما قلت له لا ماما ربنا يديها الصحة ما شاء الله قال لي من بابا قلت له بابا كان سبب وفاته انه هو بقى كان دمه خفيف خد الدم يخف خف خف لحد ما عملوا نقل دمه. شو هذا اللي تشوفونها باخر كم كبرها معاريس تصور كده انا معاك جنبك معاريس حليلهم عرس فوق وتحت أبني فوق الدبيش والرقص وتحتهم اني العشاء اتوقع يعني وهم رايحين دلوقتي يكتبوا الكتاب وهم راجعين اكون طلعت. شو علي؟ ها؟ رايحين دلوقتي يكتبوا الكتاب وراجعين هيرجع العريس لوحده يكون طلعت ليش؟ حرام علي عشوة كانت في منتهى الروعة اليوم العشاء ظهرنا الاول مساء يوم ندخل مكان خالي تحت شو ما شاء الله خلق الله ما خلق مصر ما شاء الله تبارك الرحمن الهوى ياخذ العقل شيء خيال ما شاء الله الجو منتهى الروعة حلو الجو طريقة الخيالية مكان فنان وأكلهم زين مناسب يعني احنا من الهرم شايفنا في الهرم دلوقتي انا من الهرم انت من الهرم الهرم احلى ناس والله الله يسعدك والله مين في الهرم عن
شارع العريش. منين؟ شارع العريش. انفصل بقى ولا الهرم؟ بينفصل والله. انتم شو تريد في الريال؟ فيصل ولا الهرم ولا؟ نروح ناخد العربيه منه ويدور علينا، نروح نوديها له حاجات كده. المهم عربيتك ولا شغال عليها ولا ايه؟ يعني هتزعل عليها ولا مش مشكله عندك واحده ثانيه؟ لا لا الله ما احنا رايحين نزعل على العربيه. يا مش هتزعل؟ لا مش هتزعل. طب الرخص فيها ولا هتسيبها؟ لا حبيبي احنا نزودها لك فرد كويس. الله يكرم وصلك مره واحده. ما انا ناخد الاربعه التانيين. ليه؟ تو تقول عن محسن؟ المحسن دمه خفيف. ايه هالي تو ها واحد اللي تو طرت مسج او ان محسن دم اخف عن علي. تعرف يكلمك منين؟ من سراي المجانين. ايه والله انا اول مره شوف 40,000 انتقاد يعني شو تبغى شو هذا باللغوم وعالصنم صنم ما يتكلم ودم ثجيل وجه الفنان الشامل والحمد لله والدنيا نورت وده ينطلق زي الخازوق يقول لك ايه؟ قال ال لا علي دمه تقيل ومحسن دمه خفيف. طب تعرف ربنا يشفيه، انا سمعت انه بياخد جرعات علاجيه مكثفه. انت هتموت ولا ايه؟ كل من بس نزلنا هنا عند القصر العيني يا حبيبي. شو شو علي علي ايه؟ شو الكلمات اللي عرفتها من الامارات؟ عين ابوه. شو عين ابوه؟ عين ابوه عين ابوه عين امه. مش عين امه لا وبعيد بعيد بعيد لا هاي مالتي ولايتي ولايتي هبعد مالتي دايم ضاق خالد الخالدي ولايتي ما بعدش انا من خالد الخالدي. بس هي البلد جميله 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 بقى ان شاء الله بعد 5000 سنه هنبقى زيها اكيد. اصلا انت مش هتروح تاني؟ لا هروح. ليه؟ انت هتقولي تعالى. يا سلام. طبعا في اجازه نص السنه هجيلك هحشنط على كتفي واديني عندك هناك. ايه اصل زيارة لعلمك مش صعبة. انا اروح السفارة واقدم. الزيارة مش صعبة اكيد. انا اعمل زيارة من هنا واديني عندك، مش لازم انت اللي تبعت لي. اكيد. والله ما بهركش. السفارة اسمها زيارة سياحية ويوافقون. ليه وانا متأخر؟ حرام انا ولا ايه؟ ممنوع من السفر ان يمنعوني؟ لا انا راجل. علي شو رايك في العشاء؟ العشاء؟ ايه فكان فطار. لا لا صدق والله. لا والله لا صح والله. العشاء اليوم فنان والله. والله لا والله تعدل وضعه. العام العام كان ما يتشاهد. السنة اللي فاتت كان مش حلو أبدا. أحلى حاجة كانت الجمبري جميل. اللي أنت ما أكلته منه. ما أكلتوش. علي أبويا ما رو ما خليك تاكل جمبري تتعود عليه. أنا عارف أنا دام دي حاجات وحشة. قشريات. والله. قشريات وشيء ضار يعني ما في. أنا أكلت سمك. إيه. بس اكلت سمك وجبه. انا شو اكلت وايد؟ انا ما اكلت وايد. لا ما اكلتش كثير. لا انا اكلت رز وسلطات الحمد لله ورنجات وتومات وبتنجان. ونسيت اصوركم من البيت من داخل الحجر. هتحيدونها بعدها ما يبغى لها كلام على ما تشوفون مكان فنان رقم واحد. هذا كبتات دنيين بعد منيها، وهذا الميني بار، وهذا كبت كبت. لا ليش دون 6 لو 8 مخدر ما ادري ايش ليش يعني. نحذف 2 ها خير. اي مين ارتوك متغدي بس 24 ساعه تبلح تايلاند؟ شو يعني تايلاند طول 24 ساعه بياكل في اليوم؟ اي والله. يا سلام يا سلام على القاهرة في الليل، يا سلام على القاهرة في الليل، يا سلام على القاهرة في الليل. يا حافظ يا حفيظ عليك القاهرة. هذا حين يينا يلا الله يحفظكم حق الصلاة. ما بنسوي شارات الباحة برقد من المغرب. حين يينا بنتمسح بنصلي بنعين من الله خير وبنظهر. بنظهر عاد اني بننزل له اول بادي في اللوبي بنظهر نتمشى جدا النيل ها وين ساير لين جدا. طالع وين الله يودنا وبرد اذا الله راد وبنرد على الساعة واحدة واحدة ونص والدنيا مطر جاي يا عيال عمي. يلا بارك الله. اسكت علي خلنا نسجل سالفة علي. محسن يوم يقول لي والله ماما ماتت
تتذكر؟ بلاش بقى. انت لا. ما ماتت وسكت. ما كتب علي انا اعمل لكم ايه؟ لا لا علي علي تتذكر؟ دخيل والديك. وش لا علي مش عارف. لا لا علي عارف. علي تتذكر؟ اها. عد السالفة. رب عليك. ايوه. عد السالفة. ايوه اقول لك. آه. هو قال اتصل عليك. انزين. وقال لك خالد ماما ماتت. هي. بقى لها اربع ايام وعايزين نجيب الكفن. انزين انت ولا بتبي افضل ما قلتش عايز اجيب الكفن ولا اي حاجه بيقول لك بقى ايام ده من اربع ايام تواد لا بيقول لي ما قلتش عايز تفرق قلت له عشان امي بقى بقى اربع ايام اه زين ليش ما دفنتوها؟ ليش؟ اربع ايام حاطينها في الثلاجه ولا حاطينها في الثلاجه يعني عايزين نجيب لها قبر اه هي نشتري لها تربه تربه هي المهم ان هي بعد اربع ايام بيفكروا اه عايزين يدفنوها ولا بتاع يعني هي ما خدتش بالهم ان هو ميتها باربع ايام يعني زين زين وبعدين بعدين امه انت اتصلت عليه غبت قلت لها زين ومش عارف لا تعطيته اعطيته فلوس اعطيته لا. لا ها ها بقول لك لا بعد تشرب امال ايه اللي خلى امه تصحى اه لا فلوس هي لا شوف عطيتي بيزات عشان اني ياخذ القبر حق امه ويشفنونها يدفنونها ايوه امه شافت الفلوس لا يا احمد كنت عاد علي علي والله اسمع اسمع وعقب ابوي كم من مده قال لي والله خالد امي اللي انعاش ولا لا لا آه ما عاوزه اتكلمك قلت ها امك ماتت دي لا امك مش ماتت قال ها لا لا مش دي مش دي هم اللي رضعاني المهم كلمتني الحرمه اتصلت امه اتصلت امه قالت استاذ خالد ابني محسن عمل حادثه وتكسرت رجله قلت لها يا حق عقبال ما تتكسر رقبته ورقبتي شو هالكذب انتوا ايه العيلة دي يا ابو حسن؟ ما هي عيلة ستريتش ايه؟ كده بتمط كده يعني شغالة يعني قاعد مال بقى اربع ايام شاب الفلوس كام؟ التاني عربية اتصلت منور يا ابو حسن يا ابن ابكترك مصر تعال جيب تشوي هني هذا المحسن علي ما ياخذ حاجة يتفلك سمعت شو قال لك؟ مشكور بس اشوفك بس في هذا في اسطنبول تركيا اروح بلاد يدودك جدودي الاتراك الاتراك انا دول